ماجستير في الأسمنت و 17 سنة خبرة في المجال. بدأت في أسك في 2008 في سينا الأبيض 5 سنين، وبعد كده جينا في الكوميشننج بتاع حضرت الكوميشننج بتاع أسيوط بيمك، وبعد كده الكوميشننج بتاع تشغيل مصنع بني مزار الشيخ فضل واستقرنا فيه برضه 5 سنين، وبعد كده سافرت اليمن 5 سنين، وبعد اليمن سافرت أنجولا، ومن أنجولا خدمناها في رويال. خدموها بس ان شاء الله. فيا ريت كده هنمر على بعض كده مرور سريع، كل واحد يقول لي مثلا ايه، نتعرف على بعض. يلا يا احمد رشيد من لابوريت. محمد ايوب انسبكشن انجينير. عبد الرحمن محمد مينتنس انجينير. عبد البديل محمد بربريشن انجينير. احمد محمد ميكانيكال مينتنس انجينير. احمد مكتب. احمد جديد مش معمول. محمد طارق شفتي. عمرو ممدوح من لابوريت. عبد الرحمن محمود من لابوريت. مصطفى جمال بروكر مود انجينير. احمد سمير بايو. ماشي تمام. ما عايز ديريكشن سيكشن هيد. محمود محمود ابراهيم سيكشن هيد. سيكشن هيد وراي وراي. اه ابراهيم عبد السلام كده. ماشي. بص يعني احنا المفروض ان انا اجي اتكلم عن الطواحين التيوب عموما، وكان المفروض النهارده نتكلم عن السبريتور، بس ما ينفعش ان انا ابتدى اتكلم عن السبريتور قبل ما نتكلم عن دوره الجرايندنج عموما تحت، لان هم مكملين لبعض. وقبل ما اخش في قصه التيوب ميل، انا حابب الاول بما ان تخصصي كيمياء ودراسات عليا في كيمياء، فحابب برضه في ناس معمل فيبقوا فاهمين القصه دي، بس طبعا معانا ميكانيكا ومعانا تفتيش، فهندي بيزك خطوط عريضة عن صناعة الأسمنت عموما. طبعا أنا لما باجي أبدأ أي مصنع أسمنت، رقم واحد بدور عليه المحجر، إن أنا أفتح المحجر. المحجر ده مكان ما لقيت الحجر المناسب بفتح المحجر. ومش بس كوانتيتي، أنا عايز كواليتي. فبشوف المكان اللي بناخد منه عينات جيولوجية، وبيتحلل فيه بيتحلل فيه العينات، وبنشوف الكواليتي بتاعة الحجر من ناحية البريوريتي بتاعته اللي هو نسبه الكالسيوم اوكسايد اللي موجود. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بتكلم عن الحجر الجيلي موجود في شكل كالسيوم كربونيت. بس عشان انا شويه الكلام مش شغال. عايزين قلم. عموما يعني انا الحجر الجيل اللي هو الكالسيوم كربونيت، انا باخد منه الكالسيوم اوكسايد. نسبه الكالسيوم اوكسايد دي هي اللي بيحدد بناءها او بناء عليها نقاوه الحجر الجيل. فانا مطلوب مني في الحجر الجيل نقاوه، ومش بس نقاوه، مطلوب مني الكلور والصلفيت. طبعا بحكم ان انتوا ابيض فانتوا ما تعرضتوش للبايباس. يعني احنا هنتكلم عموما في الجنرال اللي هو الرمادي، وهنطلع منه السبيشال كيس اللي هي الابيض. فانا مطلوب مني ان انا اشوف تحاليل الحجر ككلور وسلفيت، لان دي عناصر بالنسبه لي بتعمل مشاكل في تشغيل الفرن. فمكان ما نتواجد الحجر بالكواليتي المطلوبه، مكان ما المصنع هيتعمل. فمش بس برضه كواليتي، لا انا عايز كميه، لان المصنع ده ما ينفعش ان انا افتح مصنع وبعد سنه ولا اتنين ولا خمسه الاستوك بتاع الحجر اللي عندي يخلص. ما ينفعش، لازم على الاقل بتتكلم في 15 سنه لقدام استوك يكفيك. فده بالنسبه للمين كومبوننت في الاسمنت اللي هو الحجر الجيل. بعد كده بيجي بقيه الكومبوننت بالنسبه لي، عندي الطفله، وانا بسميها طفله، هي احنا في الابيض بنقول عليها كولين، بس هي طفله. الطفله دي هيدروس الومنيوم سيليكيت الومنيت فيريت، يعني ايه؟ عباره عن الومنا وسيليكا وحديد. اللون بتاعها بيبقى لون طوبي او مايل للطوب كده، على حسب تركيز نسبه الحديد. كل ما نسبه الحديد فيها عاليه، كل ما لونها اغمق. احنا في الابيض ما ينفعش ندخل حديد، فعشان كده بنجيب بديل الايه؟ بديل الطفله اللي هو الكولين. فالكولين هو برضه سيليكا والومنا بس من غير حديد. غير حديد، لان الحديد بالنسبه لي ليه صورتين،
حديد ثلاثي وحديد ثنائي. الحديد الثلاثي ده حديد ليه لون، ليه لون ما ينفعش يبقى موجود في الاسمنت الابيض. الحديد الثنائي ده حديد بالنسبه للفرز ده حديد عديم اللون. فطبعا ربنا لما بيخلق اي ماتيريال في الارض تكون ماتيريال في الصوره الاستيبل اللي هي ما تتحولش ليها، الصوره الاستيبل اللي هو الفرق، الفرق الفرق ده لونه ايه؟ مايل للايه؟ للاصفرار. فلو اتوجد في الاكاسيد اللي انا بكون منها الاسمنت هيدي اللون الجراي، وفي الابيض ما ينفعش الكلام ده. فاول اختلاف ما بين الابيض والرمادي اللي هو ايه؟ الحديد. ما ينفعش خالص ادخل اي حاجه فيها حديد. العناصر الحديديه عموما ولا الحديد؟ هو الحديد مش موجود في دور الاكاسيد، اكاسيد الحديد فيريك اوكسايد، تمام؟ فيريك اوكسايد ده لونه لون مصفر كده، فلو اتوجد في الحجر الجيري او اي كومبوننت تاني هيخلي اللون جراي. عشان كده الابيض والرمادي مفيش اختلاف ككومبوننت، الاختلاف الوحيد اللون. عشان اطلع من قصه اللون دي لازم اشيل الحديد نهائي. يبقى ده اول اختلاف اللي ما اشتغلش رمادي. اول اختلاف ما بين الابيض والرمادي ان ما عنديش حديد نهائي ولا ينفع يكون عندي تريس، حاجات بسيطه خالص. فعشان كده انا بستخدم الكولين. يبقى الكولين هو الكلي. بس الاختلاف ان الكولين مفيش حديد. طيب السيليكا باخدها منين؟ ممكن اخدها من الكولين، ما احنا لسه بنقول ان الكولين في سيليكا بس ما تكفينيش، فممكن ادخل معاها رمل، تمام؟ طيب الاكسيد الرابع الحديد ده في الرمادي، انا ما عنديش حديد في الابيض صح؟ يبقى اذا في الرمادي انا بستخدم مصدر للحديد اسمه ايه؟ ايرن اور. ايرن اور، تمام؟ انا في الابيض ما بستخدموش. يبقى اذا عندي حجر جيري، عندي طفله، عندي رمله، عندي حديد، دي الكومبوننت بتاع الرمادي. هنشيل منهم ايه؟ الحديد. الكولين هي هتستخدم بدل الطفله، والرمله هستخدمها زي ما هي، بس بدل الحديد مش هستخدم حديد. طب ما احنا عارفين ان الحديد ماده فلوكسنج ايجنت، يعني ايه فلوكسنج ايجنت؟ اي حاجه عشان احرقها او اعمل لها ميلتنج بتنصهر عند درجه حراره معينه. درجه الحراره اللي انا محتاجها عشان اصهر اي حاجه، تمام؟ بتتوقف على خواصها الفيزيائيه والكيميائيه. فانا دلوقتي الحديد ده بنسميه فلوكسنج ايجنت، يعني بيخلي الحاجه دي تنصهر عند درجه الحراره اقل من اللي المفروض تنصهر عليه. فالحديد ماده فلوكس، يعني لو التفاعل اللي انا هيتم فيه في وجود الحديد محتاج 1400 درجه، تمام؟ لو من غير الحديد هيعدي، هيزيد اكتر من كده. فانا شلت الحديد دلوقتي، فاصبح في الابيض ايه؟ مين اللي هيعمل دور الحديد كفلوكسنج ايجنت؟ مفيش، تمام؟ فاجيب ماده تحل محله من غير ما تديني الاثر الضار ليه. الاثر الضار ليه اللي هو اللون. فبندور على ماده فلوكسنج ايجنت تسهل لي عمليه الحرق من غير ما تاثر على اللون. فليه الكالسيوم فلورايد؟ الكالسيوم فلورايد ماده كارسينوجينيك، وماده التعامل معاها المفروض يبقى بحذر، بس هو زي ما بنقول بيسهل عمليه الحرق. طيب الرمادي اسهل ما يكون في تشغيله من الابيض، يعني اللي اشتغل رمادي، انا اشتغلت يعني حوالي 10 سنين رمادي وخمسه ابيض. اللي اشتغل رمادي يرتاح عن اللي اشتغل ليه؟ الفرن الرمادي يقبل اي خامات، اي تغير في الخامات يقبلها، ما عندوش اي مشكله. يتعامل معاي التنوع او صعود ونزول في الجوده بتاعت الخام، ما عندوش اي مشكله. الابيض حساس جدا. حساس جدا ليه؟ رقم واحد قلنا عشان الفلوكسنج ايجنت. طب الفلوكسنج ايجنت ده بينعكس معايا على حاجه اسمها الليكويد فيس كونتنت. يعني ايه ليكويد فيس كونتنت؟ يعني الليكويد فيس كونتنت ده هو اللي مسؤول عن انه يحول الخامه هي داخله لي بودره، ان انا ابدا احولها من الفيز اللي هو سوليد ستيت من سوليد ستيت لميلت ستيت او الصوره الدايمه. فكل ما الليكويد فيز ده عالي كل ما كان الحريق بتاع الخامه سهل، وكل ما كان عمليه تكوين الكلينكر بوزن لتر كويس. فانا في الرمادي موجود بنوصل لليكويد فيز بيوصل من 28 يعني نقول 27 لغايه 29. في الابيض ما عنديش الفلوكسنج ايجنت اللي يعلي الكلام ده. بس وحدات الارقام عشان نبقى فاهمين الايه؟ وحدات الارقام مثلا نسبه مئويه. ماشي. الليكويد فيز ده نسبه مئويه، يعني انا بقول 27% ليكويد فيز، تمام؟ ليها معادله، معادلتها عباره عن ايه؟ مجموع الاكاسيد اللي هي فلوكسنج ايجنت اللي بتساعد في الحرق، الومنا، حديد، صلفيت، مغنيسيوم،
كل ده اللي مساعد في الحرق بحطه في معادله الليكويد فيس، تطلع لي في النهايه نسبه مئويه. النسبه المئويه دي انديكيشن لعمليه الحريق، كل ما عليت كل ما كان عمليه البيرنينج او الحرق سهله، والكلينكر اللي هيطلع هيطلع بوزن لتر شويه اعلى، تمام. فعشان كده حرق الرمادي سهل، من اسهل ما يكون. تيجي للابيض، الابيض انا لو جينا حسبنا الليكويد فيس بتاعها الاقي الليكويد فيس بتاعها 7-8-9% ماكسيموم. ليه؟ ما عنديش الفلوكسنج ايجنت اللي يخلي عمليه الحرق سهل. فعشان كده كمان المصدر، المصادر الثانيه الاختلاف، ان هنلاقي الحاجه اسمها الهيت كونسامبشن او كميه الحراره اللي انا محتاجها لتكوين كيلو جرام كلينكر. في الرمادي بتبقى حوالي 750-850، في الابيض بتوصل ل 1300-1350. ليه؟ رقم واحد عشان برضه قلنا الفلوكسنج ايجنت، رقم اثنين اي حاجه انت عشان تصهرها محمد، عشان تصهرها مش بتحتاج حراره وليها درجه انصهار عشان تسيح فيها. طيب الدرجه اللي بتبدا الخامه تتسيح فيها وتتحول من فيز لفيز بنسميها الميلتنج بوينت، كويس. فالميلتنج بوينت دي بتفرق من ماده لماده، صح كده؟ طيب فانا الفلوكسنج ايجنت دي ماده بيحصل لها بتساعد في عمليه ان الخامه دي او الماده دي تنصهر في درجه حراره اقل من لو سبتها من غير وجود الفلوكسنج ايجنت، تمام. فعشان كده انا لما بحط الماده الفلوكسنج ايجنت دي، الماده الصهاره او الماده اللي بتسهل في انصهار المكون اللي موجود معاها، بيخلي الحراره اللازمه اقل، تمام. مين الفلوكسنج ايجنت المعروفه؟ رقم واحد الحديد، رقم واحد الحديد ومعاه الالومنا، تمام. انا دول الحديد ما ينفعش في الابيض، مش موجود ما ينفعش يتوجد، ولو اتوجد يبقى تريسس عشان لونه. فانا لازم ادور على حاجه تحل محل الحديد كفلكسنج ايجنت، كدور بدون مردوده السيء في اللون، بدون مردوده السيء في اللون. فلقينا مين؟ الكالسيوم فلورايد. فالكالسيوم فلورايد يحل محل الحديد. طيب هل ده بس اللي نقول عليه الاختلاف ما بين الابيض والرمادي؟ ما قلنا الكلينكر اللي بيتكون في الرمادي ليه بيطلع نتيجه الليكويد فيس كونتنت اللي لسه متكلمين عنه، بيطلع بوزن لتر كويس، وزن لتر بيتجاوز 1200، فبيبقى عمليه تبريد، وبعد كده بس بقدر ابرده بالهواء بسهوله واسترجع الحراره اللي طالعه. يعني الكلينكر اللي طالع من الفرن ده طالع حرارته 1400، دي حراره مفقوده. لو انا طلعتها كده بره وما استرجعتش الحراره الموجوده في الكلينكر دي، انا رميتها طاقه مرميه مهدر، تمام. انا في الرمادي لا، انا في الرمادي الكلينكر اللي طالع بحراره ده بدخله على كولر، استرجع منه الحراره دي وارجعها للفرن تاني في شكل هواء سكندري، احرق بيه الفول هواء سكندري وتمشي احرق بيه الفول. في الابيض ما اقدرش اعمل تبريد بهواء. ليه؟ لان الهواء نفسه عامل مؤكسد اوكسيديشن ايجنت. فلو عندي حديد انا اوريدي كونته او هو موجود في صوره فيروس اوكسايد حديد ثنائي وعرضته بعد كده لهواء، ممكن يحصل له اوكسيديشن او تاكسد ويرجع لحديد ثلاثي يدي اللون المصفر. فما ينفعش اي تعامل بالابيض بالهواء، تبريد بالهواء. طب وايه الوسيله البديله؟ ابرد بالميه. طب ما انا لو بردت بالميه انا طفيت الكلينكر ده، الحراره اللي موجوده فيه طلعتها بره في شكل بخار ميه وطلعت على بره، سواء دست او سواء فصلت الدست ده، بس في الاخر كحراره ما استرجعتهاش. وده اللي بيخلي الهيت كونسامبشن اللي انا بستخدمه في الابيض بيتجاوز ضعف الرمادي. الرمادي بنقول من 750-850 كيلو كالوري لجرام، لكيلو جرام كلينكر واحد. في الابيض بيتجاوز ال 1300. ليه بيتجاوز ال 1300؟ اكمل النقطه. ليه بيتجاوز ال 1300؟ لاني انا ما عنديش حراره برجعها، الحراره برجعها دي وقود، في الاخر دي وقود، لما بترجع الفرن كاني ضخيت مثلا كام كيلو جرام مازوت انا شلتهم لما رجعت الحراره دي، فاهمني؟ لو ما رجعتش يبقى انا هعوضهم بفول زياده. فعشان كده ده من ضمن اسباب ارتفاع الهيت كونسامبشن بتاع الابيض عن الرمادي، وتكلفه انتاجه اعلى من الرمادي. اتفضل. هو الفلوكس ايجنت المشكله فيه ان انا اسمع انه مثلا لو نسبه الفلور عاليه مثلا في الاسمنت بيبقى الحاجات ديت مثلا ما ينفعش تصدره لامريكا او
بعض الدول بتبقى عندها يعني عنده بس مش على الكاستريكشن لا مش على الفلكسنج ايجنت هو قيود على نسبه الفلور ما هي انا عندي على الكلور اصلا انا عندي الكالسيوم فلورايد تمام وعندي برضو بيبقى عندي تاني كلور موجود المحاذير او المواصفات اللي انا بناء عليها بصدر المنتج بتاعي دي بتقول لي ان لازم الكلور او الفلور ليه ليميت معين هو ما بيتكلمش عن فلكسنج ايجنت هو بيتكلم عن العنصر ده فلور وكلور وكروم كروم ده برضو بيدي خضار في الاسمنت الابيض تمام بس برضو ليه ليميت ما اقدرش ان انا دي تريسس اليمنت ما اقدرش اديها فعندي عليها قيود انا ممكن اطلع كروم ولون البياض بتاع الكلينكر يبقى محترم جدا لانه مقدر كده بس ايه مش مطلوب فانا ليه في الاخر مرتبط بكذا مواصفه فانا الفلكس لازم تفصل فلكس ايجنت كدور ومن بين التريسس اليمنت دي اللي عليها وعليها قيود في نسبتها يعني انا مثلا كلور ليه ليميت معين المفروض ما يزيدش معايا في الاسمنت تمام الفلور نفس الكلام الكروم نفس الكلام وهكذا في اي سؤال عن النقطه دي القلم الرئيس دي لا جاي بس بص لك مجموعه ايه اتفضل عايز اعرف انت حضرتك قلت الليكويد فيز ليها علاقه كل ما هي نسبة الليكويد فيز عالية ده مردودها هيكون على بنسميه النودلايزيشن او عمليه البلوره بتاع الكلينكر هيديني كلينكر ليه وزن لتر ليه حجم ليه سايز مش بودره مش ناعم فبالتالي لما يكون ليه سايز هيكون لما ينزل في الكولر هيبقى ما بين كان الكورتين وحطيتهم جنب بعض لما يبقى كورتين جنب بعض هيبقى بينهم وبين بعض مسافات بينيه ولا لا المسافات البينيه دي يسهل ان الهواء يعدي من خلالها فياخد الحراره بتاع الكلينكر ويرجعها لو انا حطيت بودره دست هينزل على البلاطه بتاعت الكولر اللي فيها اللي بيطلع منها الهواء هيكتمها هيعدي هواء مش هيعدي فيحصل ايه ما يعديش من الكلينكر هواء وبالتالي ما استرجعش حراره فاذا الليكويد فيس مردوده في وزن اللتر اللي هو مردوده بعد كده في عمليه الكولينج ازاي ان انا اقدر ابرد بشكل كويس واسترجع حراره بشكل كويس اي سؤال اتفضل في حد عايز يسال حاجه طب انا عايز استرجع حراره قول ايه عايز استرجع حراره ايه يا بص ما احنا لسه قايلين قول عايز ما انا لسه ما انا بقول لك انا بسترجع حراره الحراره دي وقود الحراره دي وقود معلش قول سحبته يعني خلاص طيب تمام برضو مش هنقول عن الكيمياء بتاع الاسمنت لان مهمه لان الاجسام مختلفه وهي انا لو فهمت كيمياء هبدا بعد كده في استيعاب المعدات دي او التعامل معها كاوبريشن هيبقى افضل وعلى درجه الحراره كام في الفرن الابيض الابيض بتبقى اعلى يعني ممكن تعدل 1450 لان هو اوريدي انت الكلينكر بيطلع 1400 فالاتموسفير نفسه بتاع الغازات اللي جوه الفرن بيعدي الحراره الفليم نفسها بتعدي ال 2000 درجه تمام بس كل دي حسابات ثوريتيكال اللي هو يعني حسابات الشعله حراره الشعله طول الشعله الكلام ده كله ثوريتيكال لما نيجي للجزء بتاع البايرو في كل التفاصيل دي بالحسابات بتاعتي بس مهم عشان لما اجي اتكلم عن الجراندابيليتي بتاع الكلينكر هقول لك مثلا ده هارد تو جرايند ده ايزي تو جرايند بناء على ايه بناء على الكيمياء بتاعه الاسماء بتاع الكلينكر اللي انا كونته لان الكلينكر هو الماده البادئه تكوين الاسمنت فانا لو فهمت شويه ايه البيزك بتاع الكيمياء هيبدا ينعكس معايا فهمي للجرايند اوبتمايزيشن طيب احنا كده قلنا الحضر وقلنا المكونات بتاعتي طيب انا الحاجات دي سبحان الله احنا قلنا ان هي موجوده على الارض في الصوره الاستيبل الصوره اللي لو انا حطيت كل المكونات دي جنب بعض من هنا للسنه الجايه مش هتتفاعل يعني جبت كلي جبت حديد جبت رمل جبت حجر وحطيتهم جنب بعض وسبتهم هل هيتفعلوا؟ مش هيتفعلوا ليه؟ لان ربنا خالق الخامه دي في الصوره المستقره اللي ما تتفعلش لوحدها فانا عايز اخد من كل مكون عنصر معين
اللي جواه. يعني الكالسيوم كربونات او كربونات الكالسيوم انا عايز اخد منه الكالسيوم اوكسايد 80% من الخلطه بتاعه الاسمنت حجر جيل، من 80 ل 85% من الخلطه بتاعه الاسمنت حجر جيل. عشان كده مكان ما يتفتح المحجر بتاع الحجر مكان ما يتوجد المصنع. ممكن يبقى انا المحجر ده فيه حجر وعندي بقيه الخامات بجيبها بنقلها تمام عادي مش مشكله، اما الحجر انا باخد الاف الاطنان كل سنه تمام ملايين، ما ينفعش ان انا انقلها. وده حصل في مصنع في الكويت، يعني مصنع محجر اتعمل مصنع ومش جنب المحجر، المحجر بتاعه كان سيء وما كانش اتفتح بشكل كويس، الكيمياء بتاعته مش مظبوطه، كان بيجيب من عمان حجر كبير. فتخيل الكوست ده هيتعكس على مردود سعر السلم، فاهمني؟ فانا هاخد من الكربونات الكالسيوم هاخد منها اكسيد كالسيوم، هاخد من الطفله قلنا تركيب الطفله ايه؟ سيليكا الومنا حديد، الابيض طلع الايه؟ الحديد يبقى سيليكا والومنا، هاخد من الرمله ايه؟ سيليكا، هاخد من الحديد لو موجود حديد، طب الكالسيوم فلورايد مش هاخد منه حاجه. مش هاخد منه حاجه، هيختفي في التفاعل وانتهى الموضوع. طيب دول لما هي عشان اخد منهم الحاجات دي الاكاسيد دي الاكاسيد الفعاله دي هتطلع لوحدها ولا بمعامله حراريه؟ بمعامله حراريه. يعني كربونات الكالسيوم دي عشان تطلع منها ثاني اكسيد الكربون ويديني اكسيد كالسيوم محتاج حراره في حدود لغايه 900، من 600 ل 900. انا مش عارف فانا باخد الحجر الجيري وبعرض الحراره من 600 ل 900 عشان يطرد ثاني اكسيد الكربون اللي فيه ويديني حاجه اسمها الكالسيوم اوكسايد او الجير الحي. تمام؟ ده كده لو حطيته لو انت جبته على جبتك اتحرقت. من غير اي حاجه تمام؟ طيب الطفله فيها سيليكا والومنا وحديد وميه، لازم تتعرض لحراره من 400 ل 600 عشان اكسر واطير الميه اللي موجوده بانواعها، سواء كانت ميه ادزوربت ممتازه على السطح رطوبه خارجيه او كومبوننت او انترنال داخليه في تركيبها الكيميائي تطلع وتتكسر الرابطه اللي ما بين السيليكا والالومنا اللي بنسمي التفاعل ده ميتا كولونيزيشن، يعني السيليكا والالومنا تكسر الرابطه ما بينهم ويبقى عندي سيليكا حره وعندي الومنا فري الاثنين لوحدهم. والحديد باخد منه اكسيد الحديد، اصبح كده الاربع مكونات بتعودي في اكاسيد في الصوره الحره، سيليكا والومنا وحديد وكالسيوم اوكسايد. تمام؟ يبداوا يتفاعلوا مع بعض ويكونوني الفيزيك الفيزز بتعود الكلينكر. ايه الفيزز بتعود الكلينكر؟ انا عندي رقم واحد سي 3 اس الالايت. يعني ايه سي 3 اس؟ السي دي رمز للكالسيوم اوكسايد اللي جاي من حجر الجير. وتحديد ثلاثة دي عدد الجزيئات اللي انا واخدها تمام؟ واس اللي هي السيليكا، يبقى انا كاني خدت ثلاثة لواحد، ثلاثة كالسيوم اوكسايد لجزيء سيليكا، كون لي السي 3 اس، تراي كالسيوم سيليكيت، تراي كالسيوم سيليكيت ده سي 3 اس. طيب لو خدت اثنين جزيء كالسيوم اوكسايد مع واحد سيليكا، كون لي ايه؟ سي 2 اس اللايت، داي كالسيوم سيليكيت. طيب لو خدت 3 كالسيوم مع 1 الومنا هيكون لي سي 3 اي تراي كالسيوم الومنيت. طب لو خدت 4 كالسيوم اوكسايد مع 1 الومنا تمام مع 4 حديد يبقى سي 4 اي اف تترا كالسيوم الومنيت في الريد، تترا كالسيوم الومنيت في الريد اللي احنا بنقول عليه في الابيض مش موجود. ليه مش موجود؟ عشان مش حديد صح كده؟ طب ازاي اخد الخامات دي او استخلصها يعني الحرب ازاي قصدك؟ انا بقول هاخد من ده ثلاثة هاخد يعني من ده أربعة صح بس هي عايزة قلم مش هينفع كده بال والله ها؟ مفيش حد معاه ماركر مفيش حد معاه وريني كده طيب ما يتبزقش يا استاذ ما يتبزقش بص نكتب على ورقة عندي حاجة اكتب على الحيط احنا قلنا مثلا انا هاخد من الكالسيوم كربونيت هاخد منه الكالسيوم اوكسايد تمام وقلنا الكلي هاخد منه حاجتين سيليكا والومنا كويس وهاخد من الرمل السانت هاخد منه سيليكا وهاخد من الحديد حديد
ادي الاكاسيدة ايه؟ كالسيوم اوكسايد سيليكا الومنا حديد. السيليكا واخدينها منين؟ من الرمل ومن الكلي او من الطفلة. طيب انا عايز اكون الفيزز دي خلاص دي الاكاسيد اللي هتتفاعل مع بعض عشان تكون لي الفيزز. نسبها بقى نسبها يعني هاخد من ده مثلا احنا قلنا هناخد من ده 3 جزيئات وناخد من ده جزئين كون لي سيسر اس تمام وبعد كده 2 من ده وواحد من السيليكا سيتو اس وهكذا. طيب هو بناء عليه باخد من ده 2 او من ده 3 او انا بكون احنا قلنا 80% من الخلطه بتاعتي كالسيوم اوكسايد صح؟ فلازم يكون الكالسيوم اوكسايد يكفي الاكاسيد الثانيه دي ويزيد تاني. الكالسيوم اوكسايد اللي انا هحطه في التفاعل ده يكفي انه يشبع السيليكا يديها حصتها ويكون بيها الفيزز اللي احنا قلنا سيتوس وستريس. وبعد ما يخلص السيليكا يبقى عندي لسه متبقي كالسيوم يتفاعل مع الالومنا ويكون لي السيسر ايه ويشبعها ويفضل فيه اكسس من الكالسيوم يلاقي مين يروح لمين للحديد ويشبعها تمام. كاننا احنا مثلا عاملين حاجه اكل والاكل ده مثلا يكفي 15 واحد واليوم 5 هيكفي ويزيد ولا لا؟ كل واحد هياكل ويشبع ويفيد هو بالظبط ده اللي بيحصل هنا. ده دي الطبخه دي اللي ما ينفعش يبقى فيها اي عجز اللي ما ينفعش التفاعل يتم من غيرها. لا طب هل انا اقدر اقول انا محتاج من دي قد ايه بالظبط؟ ما اقدرش. انا محتاج اللي يشبع دي ويشبع دي ويشبع دي ويفضل عندي اكسس من اللايم ما يتفاعلش يظهر في شكل فري لايم حر وده بيبقى نسبته يعني من 1.5 ل 2.5. طب هو انا ليه خليت قلت في اكسس؟ لان انا لو عارف كل واحد من دول محتاج قد ايه كنت اديت جرعته وخلاص وانتهينا. انا ما اعرفش بالظبط فلازم احط زياده من الكالسيوم اوكسايد اللي تضمن لي ان كل واحد من الاكاسيد دي ياخد حصته اللي هو محتاجها والزياده اللي انا قصدت ان انا احطها تفضل في شكل في اللايم حر ما يتفاعلش. بس في محظور هنا ان انا اللايم الزياده اللي مش هيتفاعل لازم يكون له سقف. يعني ايه؟ ما ينفعش يفضل مفتوح ان انا ممكن افضل احط حجر 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 وكله يشبع ويفضل لي مثلا 5-6 كالسيوم اوكسايد حر. طب ايه الضرر؟ انا كده ضمنت اكتر ان كل دول كونوا الفيزس والزياده هتطلع في شكل فرولايم ما لقيتش حاجه تتفاعل معاها فهتطلع في شكل فرولايم حر. لا في ضرر لان الكالسيوم اوكسايد ده جير حي. الجير حي ماده شرهه للميه. يعني لو انا سبتها في الجو كده بس هتاخد الرطوبه وتحول للبن جير هيدروكسيد كالسيوم. لبن الجير ايه مشكلته؟ بيعمل اكسبانشن في الخرسانه. عشان كده لو انت بصيت للكلينكر لو انت بتخزن الكلينكر بتاعك بره على الارض مش في صومعه وبالذات الكلينكر الرمادي لان الرمادي لونه اسود فبيبان فيه وفي الرلايم عالي وعزلته على الارض سيبه بعد يومين ثلاثه كده بعد يومين ثلاثه هتيجي تلاقيه اللون بتاعه بيبقى ابيض او عمل قشره بيضه. هذا الكالسيوم اوكسايد تمام وانا عندي هنا اخد من هارب هيبقى معايا سيليكا ومعايا الومنيوم ومعايا حديد تمام شايفين كده؟ الله يبارك فيك فانا هاخد 3 من ده مع 1 من ده هيكون لي ايه؟ سي 3 اس. السي دي اللي هي يعني ايه؟ يعني 3 كالسيوم. انا برمز للكالسيوم اوكسايد بدل ما اكتبه سي اي او برمز له بالسي. والسيليكا بدل ما اكتب اس اي او 2 بكتب اس يبقى تراي كالسيوم سيليكين بنسميه لايت. وده بيبقى نسبته في الكلينكر من 50 ل 65%. من 50 ل 65%. كل ما نسبته على فكره عاليه في الكلينكر كل ما كان الكلينكر ده كواليتي بتاعته اعلى لان الماده دي هي اللي مسؤوله بعد كده لما بنتكلم هي المسؤوله عن السترينس هي مسؤوله عن الصلابه بتاعه الاسمنه تمام. لو خدت 2 من ده وواحد من ده هيكون لي السيتو اس اللي هو 2 كالسيوم واحد سيليكا يبقى نسميه باللايت داي كالسيوم سيليكين. لو خدنا 3 من ده وواحد من ده هيكون لي السيسري اي تراي كالسيوم الومنيت
لو خدت 4 يبقى سي 4 اي اف تترا كالسيوم الومنيت في الريد تمام اللي هو عندي في الابيض مش موجود عشان ايه مفيش حديد. الراجل المهندس عبد الفتاح سال انت بناء عليه بتقول لي انا هاخد ده 3 هاخد ده قلنا لان انا بضيف كميه انا مش عارف قد ايه كل واحد من الاكاسيد دي محتاج قد ايه كالسيوم عشان يتشبع ويكون لي الفيزز دي فانا ما اعرفش فانا بضيف بالزياده. الزياده دي هتضمن لي ان الاكاسيد الحمضيه دي السيليكا والالومنيوم والحديد كل واحد ياخد حصته المطلوبه منه والزياده اللي انا ضفتها من الكالسيوم اوكسايد تفضل في صوره كالسيوم اوكسايد حر غير متفاعل. وقلنا ان ليه ليميت ما ينفعش يزيد عنه لان لو زاد بيعمل بعد كده تشققات في الخرسانه. وقلنا ان لو انت عندك كراجل بتاع معمل والفلورلاين كان معدي الليميت بتاعك وعزلته بره لو بالذات لو انت رمادي وسبت يومين ثلاثه وعديت عليه هتلاقي الكلينكر ده مبير عامل قشره بيضاء. القشره البيضاء دي ايه؟ ده الكالسيوم اوكسايد الزياده خد الرطوبه من الجو اهو خد الميه او الرطوبه اللي في الجو وكون لي هيدروكسيد كالسيوم اللي هو لبن الجير او القشره البيضاء. حتى لو انت بتبني باسمنت بعد ما تبني سيبها يومين ثلاثه وما رشتش على الحيطه ميه هتلاقيها برضه ايه؟ جيرت. عشان كده بنديها ميه باستمرار بعد ما تبني بعد ما تشيلت تمام؟ فده اللي ايه؟ ده السبب ان القشره البيضاء اللي بتتكون كده يعني ايه؟ اعتقد كده ان احنا ايه؟ فهمنا شويه عن البيزك. قلنا ده الماده المسؤوله عن الصلابه والصلابه على الاعمار الاعمار القريبه يعني لغايه مثلا 28 90 يوم ممكن اخد ده بعد كده وده نسبته بيبقى من 50 ل 65 السي تو اس ده اللي مسؤول عن السترينث في الاعمار المتاخره ممكن توصل لغايه عمر سنه وبيوصل نسبته مثلا من 10 لغايه 20%. السي 3 اي ده تمام بيوصل مثلا من 5 ل 13%. السي 4 اف بتوصل نسبته لغايه 19 و20% تمام. ده في الرمادي النسب دي في الرمادي. طيب في الابيض ده مش موجود يبقى نسبته هتروح لمين؟ هتتوزع على الباقيين يعني ممكن ده يفضل بنفس النسبه تمام ده يفضل برضه بنفس النسبه 10 بس تزيد النسبه دي. طيب دي كايه؟ كفيزس كنسبتها. طيب ده بنسميه الاو بي سي الاوردينري بورتلاند سيمنت اسمنت البورتلاندي العادي يعني اللي مناسب لاي صبه خرسانيه عاديه. النسب دي مناسبه ليه 50 65 15 لغايه 25 مثلا من 5 ل 7 وده لغايه مثلا 15%. طيب انا احيانا بيتطلب مني العميل نوع اسمنت سبيشال مناسب لغرض معين. طب انا هعمله له ازاي؟ هعمل له النوع ده ازاي؟ يعني البروسيس بتاع الاسمنت ما بتتغيرش. امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا كل فيز ده ليه خواص فيزيائيه بتميزه عن الثاني. يعني زي ما قلنا ده مسؤول عن الايرلي سترينس او الصلابه في الاعمار الاولانيه لغايه 28 يوم. وده في الاعمار المتاخره وده ماليش يعتبر اي صلابه ماليش اي دور ده بالعكس ده اول حاجه بتتفاعل وتخلي الاسمنت يشك وهو سي 3 اي فزي الحاجه اللي مش مرغوب فيها بس لابد منها. فانا واحد جه قال لي انا عايز اسمنت سريع التصلب يعني يشد معايا بسرعه انا بعمل فرمات كتيره وعايز افك واحل اعمل الفرمه ومفيش كام ساعه وفك واجلب فك وقف يبقى انا اعمل ايه؟ طيب اشوف بقى كل فيس من دول ايه اللي بيميزه. فالسي 3 اس من ضمن اللي بيميزه انه بيشد بسرعه ده بيشد متاخر يبقى انا اعمل ايه؟ اروح رافع النسبه ده ومقلل النسبه ده تمام. طيب عايز اسمنت مقاوم للكبريت والكلور اللي بنسميه اسمنت المقاوم او سلفيت ريزيستنس سيمنت. السلفيت ريزيستنس سيمنت الاو بي سي العادي ده لو انا بنيت بيه في ميه مالحه او في تربه مالحه او عملت كوبري في ميه بحر المشكله ان الكلور والسلفيت اول ما بيهاجم ده ويخليه ينهار تمام. فما ينفعش ده يبقى موجود او ما ينفعش نسبته تعدي 5% اللي هي الطبيعيه اللي في الاو بي سي. وليه؟ يقن لما الفيز ده اكثر مقاومه للكلور والسلفيت فعشان كده هو املاح البحر ايه؟ كلور وسلفيت. فعشان كده انا محتاج فيز يقاوم الاملاح دي فاعمل ايه؟ ازود ده واقلل ده.
طب ازود ده ازاي ان انا ارفع الحديد واقلل ده ازاي ان انا اقلل الالومنيوم؟ يبقى من لما اجي بحول من او بي سي اسمنت او كلينكر عادي كلينكر مطول، كل اللي انا بعمله ان انا برفع الحديد واقلل الالومنيوم. طب لو حد مركز معايا هيقول لي ده مردوده ايه على الفرن؟ الحرق هيبقى سهل جدا، الليبوسفيت هيبقى عالي جدا، هطلع طوب مش هطلع كلينكر، هطلع حجاره، يعني هطلع وزن لتر ممكن يتعدى 1350. هيبقى اولا لما يجي الكلينكر ده يخش على طواحين الاسمنت مش هيتطحن، هيبقى هارد تو جرايند. الحاجه الثانيه الراجل قال ايه؟ ان الحديد ليكويد فيز، هيعلي ليكويد فيز. طب وبعدين؟ الليكويد فيز العالي ياكل بطاقه الطوب، يبوظ الطوب على طول. عشان كده النوع ده من الكلينكر ما اقدرش اطلعه غير قبل العمره بشهر او شهرين، خلاص انا هغير طوب. اقلب. يعني فاضل لي شهر او شهرين والفرن هيغير طوب. يبقى انا كده كده جبت اخر طوب واخر شهر ده اخليه ايه؟ اخلص على الطوب. ليه؟ عشان الليكويد فيز العالي وزن اللتر العالي والبري اللي هيحصل في الطوب، يبقى قبل ما احول الفرن ما يتحولش مقاوم بعد ما اطلع من عمره. يبقى انا بهرج. لو انا مثلا طلعت من عمره دلوقتي وعايز اطلع مقاوم، ما ينفعش انا لسه مغير طوب اروح احول مقاوم. ما انا هنا انا بيحصل ايه في المقاوم؟ الليكويد فيز بيعلى، الكود بيزيد، سمك الكود بيزيد، في نفس الوقت الباري الليكويد فيز العالي او وزن اللتر العالي بيبري، فالكود يوجع ويتكون، يوجع ويتكون، يوجع ويتكون، كل ما الكود بيوجع بيتكون بياخد معاه وش الطوبه، وش الطوبه، وش الطوبه، هوبا الاقي نفسي ايه؟ لسه طالع من عمره ومحتاج اخش في عمره تاني. يبقى اذا الكلينكر ده كلينكر مقاوم، ما بحولش فرن بتاع ده من او بي سي لاس ار سي غير قبل ما اخش عمره بشهر او شهر ونص، اطلع واروح موقف ومغير طوب. وصلت المعلومه دي؟ ده الكلينكر المقاوم. طيب مثلا عايز نوع كلينكر في الماس كونستراكشن العالي، يعني مثلا ببني سد، ببني حاجه محتاجه كميه خرسانه كبيره. معروف ان الاسمنت لما بتخلط الميه تفاعله اكس سيرميك، يعني بيطلع حراره. فتخيل انا لو انا ببني بيت او ببني حاجه، كميه الحراره اللي هتطلع من خلط الاسمنت بالميه محدوده، لان في الاخر بتعامل بايه؟ عشرات الاطنان، حاجات بسيطه. تخيل بقى لو بتعامل مع مئات الاطنان، فكميه الحراره اللي هتطلع من خلط الخرسانه عاليه جدا. فما اقدرش استخدم اسمنت عادي، لازم اسمنت بنسميه اللو بيت. يعني ايه اللو بيت؟ يعني اسمنت لما يتخلط بميه الحراره اللي تطلع منه ما تكونش عاليه عشان ما تاثرش على الخرسانه. طيب مين الفيز من دول اللي لما يتخلط بميه ما يدينيش حراره عاليه؟ السي تو اس. فارفع سي تو اس واقلل سي سي اس. اتفضل. لذلك الفرق بين الرتبه ال 42 وال 52 لما تبقى فين؟ السي سي اس. انا 42 و 52 دي عباره عن سترينس. مين اللي مسؤول على السترينس؟ السي سي اس. فكل ما انا كنت عايز سترينس عالي، يعني 42 اعلى ولا 52؟ 52. انا كاتب بعد ال 52 ان ولا ار؟ كاتب 52 ان ولا 52 ار؟ 52 ان. ومثلا كاتب 42 ان. الان دي يعني نورمال الاو بي سي العادي، ودي قيمه الاسترنس على عمر 28 يوم. فانا عايز 52 ولا عايز 42؟ عايز 52، يعني انا عايز استرنس عالي. فعشان اجيب استرنس عالي في العمر المبدئي اللي هو 28 اعلي مين؟ ارفع ده. فعشان كده الافران اللي بتطلع هاي كواليتي كلينكر تلاقي السيسر اس بتاعها معدي ال 50، كلام 50 55 58. طيب واحد مصنع تاني بيطلع على الشكاره بتاعته 42 ونص، 42 ونص، يطلع كلينكر سيسر اس بتاعه 60 او 65. ليه؟ انا بطلع ببيع على الشكاره استرنس 42 ونص. حلو؟ يعني بقى مطلوب مني استرنس على عمر 28 يوم 42 ونص. استخدم او اطلع من الفرن الكلينكر بتاع اللي هيخش في تكوين الاسمنت ده ب 60 سي ستريس ولا اقل؟ اقل. ليه؟ مش عايزه ده كوست. انا لو طلعت مثلا سي ستريس 60 65 معناه ان انا هيديني 52، انا ببيع شكاره 42 اطلع ليه 52؟ فاهمني؟ فكده انا بحرق فول
وبجرب تغذيه الفرن مردوده ايه؟ انا في الاخر المواصفه بتقول 42.5 اطلع له 52. يا اما لو رفعت نسبه السيسر اس اضيف اضافات. يعني ايه؟ اللي انا حطيته هاي كواليتي كلينكر اضيف له اضافات تعوضه. يعني مثلا لو الطحونه بتغذي 100 طن اروح سحب منها 15 طن واحطهم حجر. وده اللي بنسميه بلندد سيمنت، الاسمنت المخلوط. يعني الاسمنت اللي هو كلينكر وجبس ده اسمه سيمنت. اي اسمنت عليه اضافات غير الجبس بنسميها اسمنتات مخلوطه بانواعها. يبقى البلندد سيمنت دي اسمنتات مخلوطه. يعني ايه مخلوطه؟ مخلوطه باي حاجه بقى. مخلوطه بحجر، مخلوطه بزلاله، مخلوطه بحمره، مخلوطه بحديد، مخلوطه باي حاجه تتخيل، الفلاي ايه، اي حاجه، دي اسمها بلندد سيمنت. تمام؟ اعتقد ان احنا كده يعني ايه وفينا وزياده في النقطه بتاعت الكيمياء. في مكون كيمي هو فلتسكور مساعد حرب. عيب يا ريس. ايوه ماله؟ ما احنا قلنا لا. ماشي، ده حلوه. ده انا جت في المركز في الاسبار اللي بيقول عليه المهندس محمد، ده حاجه ثانيه هنقولها دلوقتي. هنقول والشنك عايز اشوف دوره ايه، دوره ايه، صح؟ طيب في حد عنده استفسار في النقطه دي؟ في حد عنده استفسار؟ طيب هو المهندس محمد سأل سؤال كويس، قال لي احنا مثلا بنستخدم الفيلز بار ده نعمل فيه ايه؟ يعني اذا كان ماليش دور في تكوين الفيزز ده عامل لي شنك ليه في الطاحونه؟ اقول لك عامل لي شنك. كل ما كان نوع الوقود اللي انا بستخدمه في الفرن لو كواليتي. يعني ايه لو كواليتي؟ الوقود انا بدور فيه على حاجتين، المحتوى الحراري بتاعه لما ينحرق، وبدور على الاليمنت المضره بالنسبه لي اللي هي ايه؟ السلفيت. يعني الاس او 3 بالظبط. فانا عندي مثلا مازوت اقلهم في مثلا السلفيت، الفحم بقى الفحم رودل، الغاز ما فيهش سلفيت. تمام، الغاز ما فيهش سلفيت، المازوت فيه سلفيت ممكن يوصل 4%. الفحم ما ينفعش اعمم بقى، الفحم رودل. يعني ايه فحم رودل؟ ما هو الفحم ده يا جماعه في الاخر حجر بتاع ده خشب. تمام، اتحلل، فعلى حسب عمره الجيولوجي بيكون بيجي تصنيفه او ترتيبه. يعني في منه فحم بنسميه الانثراسايت، يعني فحم قديم. قديم ده يعني هيكون محتوى الحراري عالي والرطوبه اللي فيه قليله، يعني لما احرقه اديني كميه حراره كويسه. طيب هاجي بعد كده اخش على حاجه اسمها لجنايت، دي احدث شويه، هلاقي الهيت فاليو بتقل والرطوبه بتزيد. اجي على حاجه بعد كده حاجه اسمها بيوتومنس، الهيت فاليو بتقل والرطوبه بتزيد وهكذا. تمام، بس المشكله في الفحم اللي انا ببص عليها غير المحتوى الحراري، الصرفين. الصرفين ده مصيبه المصايب في الفرن، هو اللي مسؤول عن البيلد اب والكبسات والمشاكل كلها. فده لازم يطلع منه. اولا لازم يكون لي ليميت، ولو انا فرصه ان انا استخدم لو كواليتي فاول جودته منخفضه اعمل ايه؟ اشوف له حل، اطلعه بيه. اطلعه فين؟ ما هو دخل مع الفريش فيد، الخامه اللي داخله لفوق. حاجه من اتنين، يا اما هيقعد جوه الفرن. تمام؟ يقعد جوه الفرن يربي، او يقعد جوه الفرن يلف ويرجع لي على الفلتر ومن الفلتر على الصومعه. فاهمني؟ الفلتر على الصومعه. ما هو دلوقتي بيحصل ايه؟ هو بيخش خمس صلبه وهو داخل الفرن. خمس ربع يوصل ماشي مع الفرن مع الماتيريال لغايه ما يوصل للبيرنج زون. اول ما يروح لمنطقه الحريق بيت النار يتحول من السوليد للبخار، والغازات سحب الايديفان ياخده ويرجع مدخل الفرن تاني. لما يرجع مدخل الفرن يبدا يتعرض لدرجه حراره اقل، فيبدا يترس ويتحول لماده صلبه، وتفضل الدايره دي سايكل لغايه ما يحصل سوبر ساتوريشن. كاني جبت كوبايه سكر كده، كوبايه ميه، وحطيت عماله اضيف فيها ايه؟ سكر. اول معلقه بتدوب، ثاني معلقه بتدوب، لغايه ما اوصل مرحله اول معلقه احطها تنفصل تترسب. هو ده اللي بيحصل بالنسبه للصرفين، بيبدا يخش سوليد، يروح بيت النار يتحول فيبر، يرجع مع الايديفان على الباك هاوس وينزل. لا، قبل الباك هاوس يروح كل واحد بقى، هو راجع من الايديفان راجع كلوبه صرفين. كل واحد فينا ليه مقام معلوم هنا. يعني ايه؟ يعني رجع عند المدخل مين الحراره المناسبه ان ينفصل هنا الصرفين، يروح مرسب. طيب لا، الكلور لسه محتاج 800 يطلع فوق عند السيكولونات، وروح مرسب. تمام؟ طيب
في جزء بقى ما بيرسبش بيهرب مع سحب الايدفان العالي في شكل بخار مع الدست مع الريترن دست. يروح فين؟ هيطلع مع الايدفان على الفلتر، ومن الفلتر ينفصل في دست ويرجع لي على الهوموسايدو. طب الهوموسايدو داخلها خامه جديده يبدا يعلى الافريج، الافريج بتاع المتوسط يزيد بتاع الكنيبيد يزيد، وتبدا السايكل ده مستمر. فلازم اطلع الباشا ده يطلع، يطلع فين؟ في الكلينكر، يطلع في الكلينكر. فطلعه ازاي في الكلينكر؟ رقم واحد ان انا اعمل كنترول على الماده الخام اللي جايه. ايه الماده الخام اللي جايه لي؟ الحجر، ان الحجر يكون فيه صرفيه قليله. ايه الحاجه الثانيه اللي يكون ان انا اعمل بيها كنترول؟ ان انا لو اقدر استخدم فيول كويس. طب ما عنديش الامكانيه دي ولازم استخدم فيول فيه صرفيه عاليه، يبقى اعمل ايه؟ او احط باي باص، باي باص سيستم، تمام، يخلصني من الحاجات دي. طب انا ابيض يا سيدي وما عنديش باي باص سيستم وعايز اخلص منه، اخلص منه ازاي؟ ده عشان يطلع لازم يكون فيه اكسجين كويس في مدخل الفرن. الاكسجين كويس ده بيخلي الاكسجين كويس ده يخلي الصلفيت الزياده ده يتفاعل مع الكالسيوم الصلب ويكون لي حاجه اسمها ايه؟ كالسيوم صلفيت. تاني لو في عندي اكسجين كويس يحصل ده يتفاعل مع الكالسيوم اوكسيد الموجود ويكون لي كالسيوم صلفيت ونص جزيء اكسجين. تمام؟ ركزوا بس في المعادله. انا معلش رخمت في الحته دي وفي ناس اكيد مش هتبقى مهتميه بيها بس مهمه. الصلفيت ده خد كالسيوم اوكسيد يكون لي الجبس وهواء. لو انا ما عنديش اكسجين كويس ده تفاعل رايح جاي، كلنا خدنا كيمياء في الثانويه العامه، ده تفاعل متزن. لو انا رحت سحب الاكسجين ده هيبدا التفاعل يمشي في الاتجاه اللي يعوض الاكسجين. يعني ايه؟ يبدا التفاعل ده يتفكك. لا الاكسجين الصلفر اهو. ده اللي اتكون اهو. ده لو انا محافظ على اكسجين كويس هيطلع في الكلينكر في شكل جبس. طب لو انا الاكسجين بتاعي قل في مدخل الفرن هيبدا ده يفكك ويرجع لي تاني بشكل كالسيوم اوكسيد وثاني اكسيد الكبريت اللي هو يقعد يلف جوه الفرن. فعشان احافظ على ان ده يطلع في شكل كالسيوم صلفيت جبس في الكلينكر لازم يبقى عندي اكسجين كويس هنا في مدخل الفرن. فمن ضمن الحاجات اللي اخرج بيها الصلفيت العالي ان يبقى عندي اكسجين كويس. طيب ده هعملها بس هل هو كفايه؟ لا، انا بستخدم مثلا فحم الكبريت فيه بيوصل ل 8% سلفر. فبعمل ايه؟ ده الكبريت ده ممكن يتفاعل مع الصوديوم وبيتفاعل مع البوتاسيوم الموجود في الفلسفور ويكون لي الاملاح بتاعتي اللي هو الصوديوم وبوتاسيوم صلفيت. فعشان كده بحط نسب من الماده اللي فيها الصوديوم والبوتاسيوم عشان تاخد الكالسيوم اوكسايد وتطلعه بشكل كليب. فاهمني؟ لو دول مش موجودين هيبقى كل اللود معايا على الباي باس سيستم وعلى الاكسجين، وانا ما عنديش باي باس سيستم. مش هيطلع، والاكسجين مش هيبقى العامل الوحيد اللي يخرج الكبريت. فلازم احط ماده تاخد السلفيت وتتفاعل معاه وتطلعه لي بشكل صوديوم وبوتاسيوم سلفيت في الكلينكر. ماليش سكه تاني غير الكلينكر. عشان كده ده السبب ان انا بضيف الفيلز فور. يعني دي كانت حاجة مش موجودة على مدار سنين، بعد كده دخلت معاك لما كنت الأول كنت بتشتغل مازوت مش محتاجه. ولو اشتغلت فحم مش محتاجه، في رمادي أنا ما بستخدموش. ليه؟ لأنها في الآخر الصلفيت عندي بستخدم دول معايا فحم وارد كويس، فأنا مش محتاج إن أنا أضيف الألكل دي. لما اضطريت إن أنا أستخدم لو كواليتي دول احتشم بالظبط كده. وصلت؟ تمام. عشان المازوت يعني فيه 4%. انا حران. هو شغال. والله يا ريس ما في هوا خالص. ده انا بعرف. مش شغال. لا مش شغال. لا هو شغال الزرار. انت حاسب هوا؟ في مفتاح فيه ومش شغال. اعتقد كده في الكيمياء ما يعني ماله الفلورا بيه.
الوش؟ كلور. الكلور هو اصلا الباي باس معمول عشان كلور. ليه معمول عشان كلور؟ اللي في الاخر الصلفيت قلنا ليه طرق اقدر اتعامل بيه. الكلور ده ما بيطلعش مع الكلينكر نهائي، فلازم اعمل وسيله تخرجه من تخرجه وهو لسه في سوليد فيبر، فبعمل الباي باس سيستم. لما نيجي للبايرو يبقى حلها حلها. طب بالنسبه للاسماك المخوف حضرتك قلت ان الصلفيت بيهاجم الباي باس. بس في سؤال يا شباب، هو ليه ما بيطلعش مع الباي باس؟ او ليه بصده بصعوبه؟ ليه كلور بيعملوا عليه ديزاين بتاع الباي باس سموك شامبر، وليه بصده بصعوبه؟ هو ليه مضيق تجمع سموك شامبر عن درجات حراره معينه، درجات تجمع في درجات حراره معينه ميتنج، كل ده صح ماشي. بيساعد المنطقه اللي هو ايه اللي هو بيحب يتجمع فيها عند اللي هي سموك شامبر بتاع ماشي. ليه برضه؟ هو الرئيس سؤال ايه؟ اشمعنى احنا بنقول ان انا بحط او بركب الباي باس عشان الكلور بس؟ طب ما انا عندي صرفيه مضيره. درجه حراره عاليه اشمعنى الكلور؟ يعني هو اشمعنى الكلور؟ ما هو بيدي ميل درجات حراره عاليه. انا لسه قايلها دلوقتي. الصرفيه بتاعها بقى غير مع الكلور. لا سيبك من الصرفيه بتاعها، اشمعنى الكلور؟ الكلور مثلا معاه واسطه فانا بصمم عشانه ولا مش هيطلع؟ مش بيطلع. ايوه ليه مش هيطلع بقى؟ ليه مش هيطلع؟ عشان هو بيترسب. ما بيترسبش. واحد واحد، ليه مش هيطلع؟ هو السؤال واضح وصريح يا جماعه، بس ركزوا معايا ركزوا معايا. هو ليه الكلور اصعب حاجه بتخلص منها، وليه بعمل عليه الديزاين بتاع الباي باس، وليه مش الكلور ما بصطادهوش بسهوله؟ لا انا عايز بس واحد يتكلم يا جماعه، مش كله درجه حراره التفاعلات بتاع الكلور بتبقى محتاجه درجات حراره عاليه، فهو بيرجع لدرجات الحراره عاليه عشان كده مش بيطلع مع الكلينك. لا هي الاجابه الصح العكس. هو انت جاوبت بس انا هنحطها في المرايه، على المرايه قدام المرايه مش مشكله. بص احنا عشان نعمل كاتشنج للعناصر، بس انتوا يعني ان شاء الله بداتوا كورس بايو، يعني احنا بنتعامل مع كل عنصر على اساس الايفابوريشن فاكتور بتاعه. الايفابوريشن فاكتور ده للرينج بتاعه من زيرو لواحد، عمره ما بيحقق زيرو، عمره ما بيحقق واحد. لما يكون الايفابوريشن فاكتور زيرو يعني العنصر ده ما بيتبخرش. طب واحد متبخر اساسا، فاحنا بنتحرك في الرينج ده. الايفابوريشن فاكتور بتاع مركبات الكلور كلها فوق البوينت 9 من 10، يعني ممكن تلاقي 96% 98% 99% بيتبخر تحت بروفايل درجه حراره قليل. تمام، عشان كده قلت لك الاجابه العكس، هو ليها علاقه صح بس بيتبخر تحت بروفايل بتاع درجه حراره قليل، درجه حراره منخفضه. عشان كده انا بلاقي السيركيوليشن بتاعه فين؟ السيركيوليشن فورمولا بتاعته بتاثر فين؟ في البري هيتر. وكل ما ازود السحب كل ما انا بشد السايكل اللي فوق شويه في البري هيتر وهكذا. عشان كده لما التحاليل ترفع بتاعه الكلور في السايكلون، كنا نسال الاوبريتور زمان، انا كنت حتى ساعتها بشغل وما كنتش فاهم قوي فمشيت وراها، فكان مدير المعمل يخش يقول لي هو انت رفعت السحب؟ يعني علاقه السحب بالموضوع؟ فانا عمال اقول سحب ايه؟ يعني عارف يعني، ما هو عشان كده لازم الواحد فعلا يبقى عارف كل حاجه. كل شيء رفعت السحب؟ اقول له اه، يقول لي اه عشان كده. طب ايه عشان كده؟ عشان كده دي بقى مشيت وراها، لان انا ساعتها ما كنتش لسه، انا يعني كنت لسه بادئ في الصناعه، ان انت اوريدي الكلور بالذات بيتاثر برفع السحب بتاع الاي دي فان. تلاقي لو في انت عندك سيركيوليشن في السيستم، تلاقي انت شديت السايكل اللي فوق شويه، سحبتها لفوق شويه. عشان كده ساعات لما السايكلون ثلاثه مثلا يكبس، اما عشان التركيب عندكم من فوق لتحت ولا من فوق لتحت؟ واحد التركيب الطبيعي اه، يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه. طيب في الخطوط الفايف ستيج، لما تلاقي سايكلون ثلاثة كبس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أول حاجة تدور عليها إيه؟ الكلور. يقول لي طب هو ليه ما بيكبسش أربعة؟ هو السحب بيخلي تركيزه في ثلاثة ممكن يعلى، يعني لو أنت رافع سحبك قوي، لو أنت بتبص على خط فيه فولس إير عالي. عشان كده يمكن كان في العريش لما سايكلون ثلاثة بيكبس كنت أنا بدور على الكلور، وتبقى الناس مستغربة أنا ليه بدور على الكلور.
ليه؟ لان كان الخط في وقتها مفتح. فاحنا بنعمل ايه؟ شغالين تحت درافت عالي، البروفايل بتاعي بتاع درافت عالي قوي. فانت في الحاله دي بتبدا تشد السايكل لفوق شويه، وده احد الاسباب ان احنا بنعمل الديزاين بتاع الباي باس على الكلور مانجي. ليه؟ اولا ان ده عنصر مش مرغوب فيه اطلاقا في الاسمنت، يعني احنا حتى هنلاقي احنا لازم ما نعديش الواحد من عشرة ده الابر ليميت بتاعتنا. الحاجه الثانيه انا ما بعرفش اعمل له كاتشنج بالسهوله، لان هو الايفابوريشن فاكتور بتاعه هو على حسب الذره الثانيه اللي مرتبطه معاه، يعني الكلور مرتبط مع ايه، ممكن يوصل لبوينت 9.9 فده الايفابوريشن فاكتور ايه عالي، فكده يبقى العنصر ده بيتبخر ايه بسهوله. تمام يا شباب؟ لا يا ريس احنا اتعلمنا منك، ربنا يخليك. كده تمام بالنسبه لموضوع الكيمياء. في حاجه يعني مش واضحه او مش مفهومه للناس اللي مش تخصص على التاني، يعني ولا مع ميكانيكا تفتيش، في حاجه مش واضحه؟ لا هو اسمح لنا معلش هو في نقطه، هو انا طبعا بحبذ قوي ان كل التخصصات تحضر الكورس. هو انت مش هتستقبل 100% من المعلومه اللي هيستقبلها اللي هو الراجل دي شغلته، اللي هو الراجل بتاع البروسيس او البرودكشن. تمام؟ فانت مش هتستقبل 100% من الكلام. بس هو في نقطه دايما بقولها في المحاضرات بتاعتي وهستاذن مهندس حامد اقولها هتعيده شويه زياده، ان في حاجه مش واضحه معاه بيسال، ما فيهاش حاجه ما فيهاش احراج. هو مش عيب ان انا اسال، هو العيب ان انا ابقى مش عارف وافضل قاعد ساكت. فلما تلاقوا مثلا ايه هنخش مثلا في الكيمياء شويه الموضوع هيبقى صعب شويه، في مثلا المحاضره بتاعتي بكره دي ان شاء الله يعني صعبه شويتين. تمام؟ انا مش بعقدكم. فاللي عايز يسال في حاجه او مش فاهم حاجه بيسال، يعني ما تسيبش المعلومه تعدي، لان احنا لينا تارجت ان كل الناس تبقى عارفه قدر الامكان معظم المعلومات اللي تسهل ما بيننا التواصل في الشغل. يعني هو انا مستحب جدا ان الناس بتاعت السياره حاضره، الناس بتاعت البي ام حاضره. ليه؟ انا لما هتفاهم مع الراجل هبقى عارف ايه في لغه حوار ما بينه وما بينه، في انتر اكشن ما بينه وما بينه، مش انا بتكلم في حاجه وهو يعني هو الراجل مش واصله له، زي ما انا مش شغله كله مش واصلني. بس هو يعني هو شغل السياره دايما ايه مفتوح قدام عينينا شويه، يعني مثلا دي عطلانه، دي مكسوره، دي مش عارف البيرنج بتاعها فيه مشكله، احنا عارفين الايه اللي يمشي لنا شغلنا، انا فاهمه بيقول ايه. الحاجه التخصصيه مش هفهمها قوي، بس هو لغه الحوار اليومي في اي موقع هي لغه الكلام بالبرودكشن والبروسيس، دايما دول اكتر حاجتين مستخدمين. تمام؟ فيهمنا فعلا ان احنا كلنا نبقى في انتر اكشن ما بيننا، ده هيجيب نتيجه هايله. يمكن احنا جربناه او انا جربته في حته ثانيه كانت نتيجته ممتازه بصراحه. فيعني عشان كده انا مستحب جدا ان احنا قدامنا تخصصات مختلفه، وان كان لما تكون التخصصات مختلفه ما تتضايقش ان مش كل المعلومه انت عارف ان هي توصل لك، دي مش مشكله فيك انت، دي مشكله ان انت الباك جراوند بتاعك حاجه ثانيه. فاحنا بنحاول نحصل على اكبر قدر من الاستفاده وما نتحركش ان احنا نسال، مش عيب، ما فيهاش مشكله خالص يعني. تمام؟ اتفضل. اتفضل. بنقرا كده في المانوال بتاع السيستم الباي باس ان هو بيسحب الالكين او الالكين مركبات الالكين. تمام؟ العناصر بقى اللي بنضيفها عشان نعمل مركبات الالكين، وازاي بقى بنحدد سيستم الباي باس في المكان والسيستم بالظبط على حسب ايه بقى؟ طيب هو عموما احنا لسه بنقول الكلور وصل فين. لو انت ركزت على يعني الشحنه بتاعته هتلاقي ده انايون. يعني ايه انايون؟ ايون سالب. ينفع حاجه تطلع لوحدها؟ لا. ينفع ايه؟ المايك. ايه؟ المايك. انت مش سامع؟ لا المايك. ده اول مره. ممكن ارجع اشتغل في الحلقه. اتفضل. اقول لك انا ايوه طبعا كملت 3 ونص.
طب خلاص انا لعبت خلاص. مهم ده اناين. يعني ايه اناين؟ يعني ايون سالب. ايون سالب الايون السالب ده عمره ما هيطلع في شكل سوليد او ملح غير بحاجه تعادل الشحنه بتاعته، صح كده؟ يعني الصلفيت محتاج ايون موجب، تمام؟ والكلور نفس الكلام، صوديوم او بوتاسيوم عشان يكون لي صوديوم او بوتاسيوم صلفيت، وهنا نفس الكلام صوديوم كلورايد او بوتاسيوم كلورايد. فانا دول بيبقوا اوريدي موجودين في الخامه بس نسبتهم ممكن تكون قليله. طيب يعني انتوا يتسرعتوا شويه موضوع البيباص بس ما فيش مشكله. مجموعه الهالوجينات او عناصر المجموعه السبعه الكلور عنصر شديد الرياكتيفيتي. يعني ايه شديد الرياكتيفيتي؟ يعني المسيطر بمعنى صح، يعني هو اللي ياخد نصيبه من الالكالي سواء صوديوم او بوتاسيوم الاول، يخلص حصته ويكون الملح بتاع الصوديوم والبوتاسيوم، المتبقي يروح لمين؟ للصلفيت ويكون صوديوم وبوتاسيوم صلفيت. طب فرضنا ان الكلور خلص دول، الكبريت هيروح لمين؟ ما هو عايز كاتايون، عايز ايون موجب، والصوديوم والبوتاسيوم خلصوا، يدور على مين؟ على الكالسيوم اوكسايد اللي موجود في الميديا بتاع التفاعل، الحجر اللي جه من الحجر، ياخد الكالسيوم اوكسايد ده ويكون لي اللي احنا قلنا عليه الجبس. فاهمني؟ فانا لما باجي اسحب، الفيبور بتاع العناصر دي من جوه الفرن، انا بسحبها في صوره الفيبور. احنا قلنا دخلت سوليد، راحت بلطيت بيت النار، تحولت لفيبور، سحبها الاي ديفان وجت عند مدخل الفرن، وكل واحد نزل في محطته الصلفيت في المدخل، وبيسهل التعامل معاه. ليه؟ لان اقدر انظف في بيلد اب، مواسير هواء، مدافع ميه، والموضوع يخلص. طب انا طلع بقى في السيكولات فوق، اوصل له ازاي نظافه؟ افرض مش في الكون، افرض في الجزء العدل اللي فوق السلندر، اوصل له ازاي في النظافه؟ عشان كده هو اخطر. ليه؟ مفيش اكسس للنظافه بتاعته لو في بيلد اب، في نفس الوقت ما لو عملت المستحيل ما بيطلعش مع الكليك. عشان كده لما جه يتعامل سيستم الباي باس، استعمل سيستم الباي باس للكلور. مين اللي للكلور؟ مكانه فين؟ مكانه عند النقطه المحطة الوصول اللي هيبدا يحصل فيها المفارق. بمعنى انا المدخل الحراره بتبقى 1000 1100، وبطلع فوق 900 800. قلنا عند نقطه المدخل هيبدا كل واحد يشوف محطته. الصلفيت حرارته اللي بيترسب عندها 1000 1100، مفيش مشكله يترسب. لو بيحصل تسامي، لا التسامي ده اللي انت بتقول عليه نسميه سبليميشن، اللي هو من سوليد لفيبر. التاني اسمه كوندنسيشن، خلاص اتحول من فيبر لسوليد، راح رجع من عند مدخل الفرن اترسب، لزق على الجدران، رسب ولزق على الجدران، يبدا يخنق ويعمل بيلد اب. طب ده الصلفيت، الكلور لسه محطته ما وصلتش، لانه محطته فوق في التمنميات. التمنميات دي فين؟ في السيكولونات فوق، فيفضل مكمل. يبقى انا لما اجي اعمل له كاتشنج اعمله فين؟ قبل محطته. قبل محطته، المحطه سواء جاب معايا صلفيت خير وبركه، بس المين لمين؟ قبل ما يترسب. فاجي في المدخل واعمله في منطقه الرايزر ده. طب هو ايه يعني بعمل ايه؟ بسحب فيبر بس. يعني ايه فيبر بس؟ ما هو انا الفيول اللي انا حرقته في وش الفرن ده، هو اتحرق فيول مع هواء كون لي حاجه اسمها كومباشن جازز، يعني غازات احتراق، ثاني اكسيد كربون واكاسيد النيتروجين و و و والسلفر والكلام ده كله. ده هو الميديا بتاعي، هو اللي بعد كده لما يروح عند الحراره الواطيه يترسب. فانا هعمل ايه؟ سي مثلا في 100000 متر مكعب جوه الفرن، حلو، في منهم 30000 كلور وصلفيت، انا عايز اخد من ال 30000 10، فاعمل ايه؟ اروح مركب مروحه في الحته دي، فتروح سحبالي من الفوليوم بتاع الغازات دي جزء. يبقى انا عملت ديليوشن ولا ما عملتش ديليوشن؟ تخفيف. يعني كاني بلاش كوبايه الميه اللي بدا السكر يترسب فيها، جبت ميه ورحت مزود، انا مش هقدر اطلع السكر عشان اعمل ايه؟ فاروح جايب شويه ميه ومخفف تركيزه.
وهكذا. فانا هاجي عند مدخل فور واروح مركبه مركب مع واحد سحب، فتاخد من الفوليوم بتاع الغازات اللي جوه الفرن ده حصه، الحصه دي من ضمنها ايه؟ كلور صلفيت. يبقى اذا تركيز الكلور الصلفيت هيحصل له ايه؟ اي ايه؟ يبقى انا هكسر السايكل بتاع البيلد اب ولا مش هكسرها؟ هكسرها. تمام؟ وعشان كده بنسميها حاجه اسمها باي باس ريشيو. ايه الباي باس ريشيو؟ يعني انا واخد قد ايه من الفوليوم بتاع غازات الكومباشن جوه الفرن؟ يعني سي انا لو بحرك مثلا 5 طن فحم، 5 طن دول بعد الهواء وتحولوا مثلا ل 100,000 متر مكعب. حلو؟ خدت 20% من ال 100,000 يبقى انا الباي باس ريشيو كام؟ 20%. كمان 30 يبقى 30%. الباي باس ريشيو حاجه والباي باس ريت حاجه ثانيه. الباي باس ريشيو فوليوم الغازات اللي انا خدته من فوليوم الغازات الاجمالي اللي الفول اللي انا حركته في وش الفرن. خدت منه قد ايه؟ عشان اخفف. طيب ده لما خدته، خدته في شكل غازات ولا خدته في شكل مواد صلبه؟ غازات. طب هينفع انا اطلع الغازات دي في الجو؟ لا. طب اعمل ايه؟ احولها لسوليد. طب احولها لسوليد ازاي؟ انا سحبت حرارتها من المدخل كانت 1000 و1100 تمام؟ هل ينفع تخش على فلتر؟ هل ينفع تخش على مروحه؟ ما ينفعش. يبقى لازم اعمل حاجه توصل لي الحراره دي، الحراره اقدر ادخل على فلتر وفي نفس الوقت تتحول من بخار لسوليد. فانا بعمل حاجه اسمها كوينش. كوينش اير. يعني ايه كوينش اير؟ يعني كوينش اير على فين بتاع هانت الجزء بتاع الكيمياء بره. يعني بص يا رجاله، انا لو رسمت الفرن كده اهو، سحب بمروحة الباي باس فان. حلو؟ هسحب جزء كيو مك كيو وليكن كيو واحد. الكيو الإجمالية هنا وليكن كيو تي. حلو؟ سحبتها في حرارتها إيه؟ 1000. جت هنا أخش الغرفة دي اسمها الميكس شامبر. اسمها إيه؟ الميكس شامبر. الميكس شامبر. معلش يا ريس موضوعنا بره الموضوع المحاضرة بس الناس بتتطرق يعني. بعد الطريق هنكمل يعني. بصوا هو مفيش مشكلة خالص يعني، هو احنا الهدف ان احنا نزود النولج بتاعتنا. بالظبط. طلعنا بره ودخلنا على فكرة، هو ده نوع من اسلوب التفاعل يعني. التفاعل والانتر اكشن ما بين المحاضرة وما بين البارتيسبنت الموجود، ان هو يطلع بره الموضوع وبعد كده يخش تاني. بس هو يرجع. لا هنرجع بعد البريك هنرجع للطواعين. معلش يا رجاله، فاحنا سحبناها هنا من منطقه المدخل الفرن او الرايزر حرارته 1000. انا ال 1000 دي هو مسحوب فيبر، انا عايز احوله لسوليد عشان افصله وعشان اقدر ادخله على فلتر، سواء فلتر او ايا كان وسيله الفصل، وادخله على مروحه سحب. فبعمل حاجه اسمها ميكس شامبر. ميكس شامبر دي بدخل فريش اير من هنا حرارته حراره الجو العاديه، وهنا الغازات اللي جايه حرارتها 1000 ولا 1050 ولا 1100، يحصل الميكس فيطلع لي من هنا حرارته ماكسيموم. ماكسيموم يعني قول من 350 ل 450 ده ماكسيموم. تمام؟ واعلى كده اعلى من كده ما ينفعش، عشان يبدا يحصل اللي هو ايه السيتلنج بتاع الدست ويحصل الكوندنسيشن. تمام؟ طيب يبقى اذا انا عشان اعمل كنترول للحراره دي بعمله كنترول بمين؟ بمروحه الكوينش. كوينش فان مش ضمبه، كوينش فان مروحه بتضخ هواء. طب انت بتضخ لي هواء بارد في السيستم؟ لا انا ما بدخلوش في السيستم. عارف امتى الهواء البارد ده يخش السيستم؟ لو انا سبت المروحه دي شغاله والمروحه دي وقفت. دي بدل ما هتمشي كده هترد مع الاي دي فان فوق. صح كده؟ فلا دي على طول بدخل هواء وسحب الباي باس بياخد الغازات السخنه يحصل الميكس هنا، وهي دي اللي انا بظبط بيها الحراره. يعني انا مثلا لو انا هشغل اوتوماتيك على حراره الميكس شامبر بظبط المروحه دي بقول لها عايز حراره كذا. تمام؟ طب انا وصلت الحراره دي 350 ولا 400، هل ينفع تخش على باك هاوس؟ ما ينفعش، ولا حتى الكتروستاتيك بريسبيتيتور فلتر كهرباء، لان زي ما انتم عارفين فلتر كهرباء
الريزستيفيتي او مقاومه لعمليه الشح بتتاثر بدرجه حراره. كل ما درجه حراره عاليه كل مقاومه الجزيء ده للشحن انه ياخد ايونات سلبه او الكترونات تقل، وكل ما التوصيليه الكهربائيه او الكوندكتيفيتي تزيد كل ما امكانيه شحنه تزيد. عشان كده بقى احط ميه عشان ازود الكوندكتيفيتي. فانا هنا ما اقدرش ادخل ده على فلتر، فبعمل وسيله ثانيه للتبريد امان للفلتر. بعمل ايه؟ فريش اير دامبر، يروح منزل الحراره دي من 350 ل 200 190، فاقدر ادخله على الفلتر سيف. وبعد كده افصل الدست ده، والدست ده يبقى اي وسيله بقى ينزل على بن واجمعه واديه مدفن، او اعمل له حاجه اسمها نودلايزيشن كده تمام، وايا كانت الطريقه يعني. ده بالنسبه للايه للباي باس. لو انا ده لو واغلب المصانع الجديده دلوقتي ما بتستخدمش فلتر كهرباء، كله اتجه للباك فلتر. ليه؟ اسهل في صيانته، مع ان مثلا ممكن يكون الانيشال كوست بتاعه عالي بس اسهل تمام. التاني كفاءته قليله خالص، الالكتروستاتيك ده لو شوكه وقعت منه عمل شورت، لو الحراره عاليه دايما تلاقي المدخنه بتاعته مبهدله الدنيا. فانا وعشان كده لو لقيت كونديشن باور بعد الميكس شامبر اعرف على طول ان الفلتر اللي وراها فلتر ايه؟ كهرباء. عمري ما هقدر استخدم كونديشن باور واحط وراه ايه؟ احط وراه ايه؟ معلش ثاني فلتر ثاني حته ايه يا ريس؟ كونديشن باور وعلاقته بال ما هو كونديشن باور يعني ميه، وفي باك هاوس يعني بنطلونات ودست. الدست لو خد ميه يحصل له كيك هكايل، يروح على سطح البنطلون يلزق، تيجي تعمل له بيرج ما ينزلش، يكوت الدلتا بي تعلى، فلتر ما يتسحب، المروحه ما تسحبش من خلاله، السيستم فيلتر. يبقى اذا انا لو دخلت مصنع وشفت الباي باس سيستم فيه كونديشن باور، اعرف على طول ان الفلتر اللي وراه الملحق بيه كهرباء، صح؟ طب لو شفت مثلا فريش اير من غير ما اروح ابص، ده فلتر باك هاوس. وحتى في الكولر ورا لما اجي بره في الكولر، فلتر كولر، الغازات اللي طالعه الاكسس اير فان، الاكسس اير اللي طالع من الغرفه الثانيه او من الكولر اللي انا مش محتاجه بس محتاج ابرده قبل ما اطلعه على الجو، برضه هتلاقي دايما لو في كونديشن باور تمام يبقى فلتر كهرباء، وبنسميه هوت سيستم او فلتر كهرباء سخن تمام. زي مثلا ايه اللي موجود في المنيا، بنمزار عندهم فلتر كولر كهرباء، ينفع مثلا اروح احط عليه مثلا فريش اير دمبر؟ هيبقى صح. بعمل نزولات ميه، ده سيستم الباي باس. يعني برضو في البايرو هتلاقوا الكلام ده يعني تفصيل الحسابات. ان احنا نبدا بايرو عشان كده بنسال يعني. هو المهندس حامد شوقكم قوي للكورس بتاع البايرو، وعلى فكره في كورس بايرو في الخطه ان شاء الله. هو بس انا عايز اسالكم سؤال بقى، الناس حتى بتاعت الانتاج يعني، هو احنا ليه بنسحب الباي باس من المنطقه دي من مدخل الفرن تحديدا؟ عشان بسحبه ورا الزيت. ليه المنطقه دي؟ الرئيس بيساله ليه اخترت منطقه الرايزر اللي هي الواصله ما بين المدخل وبدايه اللو بارت سايكلو، اشمعنى الحته دي؟ لسه سليم مش عارف، انا مش عارف اسمع حد والله واحد واحد عشان لو سبتها هتروح للسايكلونات، لو سبتها هتروح للسايكلونات عشان هو يقدر يتحرك معايا كده، مش محسوب بالدرجه بتاعته. منطقه التفريعة اللي هي عشان ما يلحقش يوصل حراره التكسير بتاعته الايد، هو قبل ما يتفاعل يعني برضه قبل ما يتفاعل قبل ما يتحول للسوبر، بسحبه في الحراره دي قبل ما يدخل السيستم في السايكلونات قبل ما يوصل للمحول يعني. يكون في كل حاجه ليها وقت في مكان درجه حراره معينه. هو انا اللي بيحكمني اكتر درجات الحراره، اكتر البروفايل بتاع الحراره المكان ده. لو احنا مثلا طلعنا الجدول في البايو هنلاقي ان الجدول بتاع درجة الحرارة بتاعة الإيفابوريشن بتاعة كل عنصر ما بين العناصر دي واقعة في الرينج بتاع اللي هي مدخل الفرن، الجزء بتاع مدخل الفرن اللي هو من 950 ل 1050، هي كل كتب هتلاقي من 950 ل 1050 ماشي. فهي معظم درجات الحرارة بتاعة التحول بتاع العناصر بتاعة الباي باس اللي هي بيحصل لها سبليميشن بلغة الكيمياء اللي هي التسامي، اللي هو التحول من السوليد فيز للفيبر دون المرور بايه؟
السائل دون المرور بالليكويد فيز يعني سوليد يبقى فيبر على طول. تمام. المكان ده هي دي اكتر درجه اكتر مكان في درجه حراره مناسبه ان انت كل العناصر دي في حاله الايه بقى في حاله اللي هي فيبر. تمام. فانا لما بدفع لها هواء بارد بعمل لها عمليه ري سوليديفيكيشن بعمل لها عمليه ان هي ترجع تاني. ما انت لما تحولت من صلب لفيبر اما حبردك هترجع لايه؟ مش هتحول لميه مش هتحول لليكويد صح؟ فانا هي ده المكان اللي ينفع ان انا اسحب منه. الحاجه الثانيه هو انا ازاي هعمل سيستم سحب مثلا في السيكلونات اسحب منه البيبوز؟ ما ينفعش يعني تركيب السيكلون والجيومتري بتاعته والفلو بتاع الخامه بالكلام ده المكان ده مش مناسب صح ولا ايه؟ فما اعمله في مخرج الفرن برضه خلاص هتبقى القصه كلها يعني ده انسب مكان كمكان اسحب منه. تمام. ويبقى احط فيه مروحه وادفع هواء بارد و و و المكان السبيسنج ذات نفسه مناسب. الحاجه الثانيه اللي بتحكم لي اللي هي اهم حاجه بالموضوع التمبريتشر بروفايل بتاع المكان ده هو اللي انا اقدر فعلا اصطاد فيه معظم او كل العناصر بتاعه الباس وهي في الحاله اللي هي الفيبر عشان اعمل لها عمليه ري سوليديفيكيشن اللي هي المروحه بتاعه الكوينش بتعمل ايه؟ هي بتديها الصدمه الحراريه بحيث ان هي تعمل ايه؟ بتبرد بتبرد تنزل تحت ال 650 اللي هي معظم العناصر بتبدا تتبخر من عندها. مثلا الكلورين بيبدا يتبخر ب 650 اقل من 650 وهكذا. فتنزل الحراره انت بتنزل تحت لازم تنزل تحت 650 باي حال من الاحوال عشان تبقى ضامن ان انت عملت ري سوليديفيكيشن لكل العناصر وتسحبها وترميها بره. تمام. زي ما قال الرئيس كده في اي استفسار؟ ها حد عايز يسال في النقطه دي قبل ما نتجاوزها يعني نرميها بره ولا تبقى بنعيد ثاني؟ لا هو بص عموما الباي باس سيستم دلوقتي شركه اتك اللي الواحد اشتغل فيها عملت سيستم انه تاخد الخامه دي الخامه دي وتعمل لها ريسايكل وتطلع منها املاح صوديوم وبوتاسيوم كلورايد وتتباع كيماويات. بدل ما انا كمصنع دلوقتي بعمل ايه؟ بعول هم ان انا مجبر ان انا افتح مدفن ومدفن امن وبعمر عشان ادفن فيه لان دي فيها كلور والكلور ما ينفعش تخش على السطح ولا ينفع اتعامل معاه ولا ليه اي استخدام. فلازم اعمل له مدفن، طب مدفن هروح هيتروح والمدفن ده بعد كده هيتملي ويتقفل وبفتح واحد جديد. تمام. حتى الشركات اللي كانت بتحاول تعمل ليه ريسايكل في الاسمنت تمام هو ليه ليميتيشن ايه؟ الكلور هياكل مين؟ حديد التسليق صح؟ فانا لو دخلته في الاسمنت بنسبه ممكن ادخله الباي باس في الاسمنت بنسبه لو انا ما عنديش زي اليمن كان عندنا البلد اللي جوها مطير ما فيهاش كلور بيبقى كل اللي عندها صرفين، الصرفين ما عنديش مشكله اقدر اعمل له ريسايكل في الاسمنت الباي باس. ليه؟ لان انا خوفي كله من الكلور عشان حديد التسليق. انا كان في اليمن ما عنديش حديد ما عنديش كلور كل اللي عندي كان مشاكل كبريت فاقدر اخد البودره دي وادخلها في الاسمنت بنسبه. تمام. اما لو عندك كلور هتبقى يعني الليميتيشن صعب جدا انت تستخدمه فبالتالي على المدفن على طول. طب يعني كيس زي مثلا بس عربيه مفيش باي باس ايوه عشان خامه نظيفه. بص انا معظم صانع الاسمنت الابيض مش هتلاقي فيها باي باس سيستم لان انت ممكن معظم المصانع في اوروبا ما فيهاش باي باس سيستم لان الخامه نظيفه زي ما بنقول كده ما كنا بنفسرها. طب اشمعنى الخامه بتاعت اوروبا نظيفه؟ عشان دي بلاد ممطره فانت الخامه تكاد تكون مغسوله كانك غاسل الخامه. الاسمنت الابيض السلكشن بتاع الرو ماتيريال بتاعته بتبقى الجريد بتاعها عالي فانت بتلاقي كميه الالكاليز والعناصر غير مرغوب فيها مش موجوده. تمام. انت حتى لما بتيجي تعمل ديزاين مصنع انت في فاكتور معين على اساسه بتحسب الكلورين اللي موجود في الخامه وتشوف انت هيلزمك باي باس سيستم ولا لا لان الباي باس سيستم اساسا هو بياخد كيلو كالوريز يرميها من السيستم بياخد كيلو كالوريز وغازات. انا حضرت الغازات مش انا حضرت الغازات دي انا ابتدات من المعكر فجرت وعملت سايز ريدكشن ودخلت على طحنه الخام وطحنت وحطيت في الصومعه وبعد كده رميتهم في البتاع
بريهيتر واستهلكت كيلو كالوريز كتير. المهم في الاخر انا عشان عايز ارمي العناصر دي اطلعها بره السيستم عشان هي هتعمل لي مشاكل، فانا بعمل ايه؟ بستهلك خامه وكيلو كالوريز انا كنت اولى بيها. لان هو يعني انت ممكن تسال واحد هو الهيت كونسامشن سبيسيفيك هيت كونسامشن عندك في المصنع كام مثلا، يقول لك 720 مثلا. فانت حتى هتلاقي رقم صغير تقول له هو بالباي باس ولا من غير. هو الباي باس مثلا هيزود لك من 20 ل 30 كيلو كالوري على الرقم ده، هي بيبقى ليها حسبه تمام. والناس بتاعت البروسس بتقعد تحسب ليل نهار في الباي باس ريشيو. هو في فرق ما بين الباي باس ريشيو والباي باس ريت، دي هنبقى نتناولها في كورسات بعد كده، مش هفرعكم اكتر من كده. فانت ما بيلزمكش قوي سيستم الباي باس في مصانع الاسمنت الابيض، لان انت مختار عناصر او مختار خامات الجريد بتاعها عالي، فكميه الالكالز اللي انت عايزها اللي هي انت عايز ترميها بره مش موجوده او نسبتها قليله، مش عامله لك مشكله في السيستم. ف قلما او نادرا انت مش هتلاقي مصنع اسمنت ابيض فيه باي باس سيستم. يعني احنا مثلا في بروجكت هنعمل داست بان تمام؟ ماشي. وبعدين ناخد منه زي يعني مثلا بنسبه على الهوم سايد مثلا. اقول لك استاذ جمال، هو كلام المهندس نبيل مظبوط. وكان لفتره قريبه فعلا كل المصانع الابيض ما فيش تمام؟ لان زي ما قال الريس ما فيش، انا هعمله ليه؟ انا بس عندي سيلكتيفيتي للرو ماتيريال عاليه، براعي ان لا يبقى فيها كلور ولا يبقى فيها سلفيت. بس بعد ما سعر المازوت غلي واتجهت لصناعه اسمنت ابيض لاستخدام لو جريد فيول، وخاصه البيت كوك اللي بيوصل فيه السلفر ل 8% تمام، طب مش ارجع السلفر زي ما قلنا هو مش سيلكتيفيتي للباي باس، بمعنى ان انا عندي وسائل اقدر اخرجه مع التلنجر من غير ما احتاج باي باص. بس لو عندي باي باص هيساعدني اكتر. بس الكلور هو المينلي في الباي باص، وانا ما عنديش كلور في الابيض. انا كل مشكلتي بعد استخدام اللو جريد فيول السرفيس، وبقدر احط له فلس باور، بقدر ازود اكسجين مدخل فرن، بقدر اتعامل معاه اللي يخليني امشي تمام. فخلاص مش هتلاقي ابيض في باي باص. حتى الرمان في انجولا عشان بلد ما بتبطلش مطره عملوا خطين ديزاين سنوم 6000 طن. خط رقم واحد حساباته المحجر ما اتعملش حساباته صح، فاتعمل ليه باي باس سيستم ورقم. بعد كده لما اشتغل انا الخامات ما عنديش كلور ولا والسلفيت قليل، فاضطرينا نوقف ايه؟ الباي باس. لانه في الاخر زي ما قال المهندس نبيل هو طاقه مهدره، هي حراره، الحراره ده في الاخر وقود فول مازوت فحم، انت ضخيته وحرقته وخدته ورميته على الشارع تمام، فلوس مرميه. فانا بالنسبه لي لو عرفت ان انا الغيه وفرت. ففي الخط الجديد خط 2 لما اتعمل من غير باي باس سيستم وهو رمادي، فهتلاقي البلاد اللي جوها ممطر ما فيهاش سيستم باي باس. السودان مثلا مصنع التكامل في باي باس سيستم، ما كناش مشغلين بالظبط. مش عايز اقول لك ان انا اخر عمره عملتها قبل ما امشي هناك قفلت الانتيك بتاع الباي باص. يعني انا في العمره رحت باني حيطه قافل الانتيك بتاع الباي باص وخلاص انا مش محتاج. حتى احنا بدانا نفك البراريم والكلام ده نستعين بيها في اماكن ثانيه لما تبقى كومباتبل مع الاماكن الثانيه نستخدمها، لان انا طريقه الخامه مش محتاجه باي باص. هي الخامه هارد الحجر بتاعهم المحاجر عندهم صعبه قوي، الخامه هارد جدا. بس دي جزئيه ثانيه، جزئيه الكراشنج والكلام ده. ولكن بالنسبه لي كبروسيس انا مش محتاج الباي باس سيستم رغم ان هو مصنع اسمنت رمى. ف يعني هو نسبه الالكالز هي اللي بتحدد نوع الفيول اللي انت بتستخدمه. انا طالما دخلت في لو جريد فيول لا انا ممكن كده احتاج باي باس مثلا، وهكذا يعني. نصدر الدور وانا باص. طيب مش مشكله عشان برضه ما تتبعوش في بريك نص ساعه يا جماعه، نرجع مثلا الساعه 2 الساعه 1 ونص دلوقتي تمام. في بريك نص ساعة ونرجع إن شاء الله. هو الصوت شغال في ده عندي؟ ثانية هنخش
بقى في صميم الكورس اللي احنا جايين نتكلم فيه اللي هو الجرايندنج اوبتمايزيشن وخاصة الطواحين التيوب ميل، لان طبعا دلوقتي بدأت تخش طواحين فيرتيكال ميل في طحن الفينيش ماتيريال اللي هي الاسمنت، يعني يبقى في طواحين فيرتيكال للاسمنت تمام ليها ليميتيشن، بس يعني لما يجي دورها هنتكلم عليه. بس عموما انا اعتبر نفسي دلوقتي بتكلم عن طواحين التيوب، طواحين التيوب العاديه سواء للطحن الرو ماتيريال او للطحن الاسمنت. في مجموعه معايير اي ديزاينر بعد كده لما بيجي يعمل طحونه بيراعيها تمام، يعني بياخد عينات مثلا لو انا الكلينيكال، لو فرضنا ان انا مصنع عباره عن طواحين فقط، طواحين وتعبئه ما عنديش فرن، لازم يجي ياخد عينات من الكلينكر بتاعي ويعمل له حاجه اسمها سيف اناليسيس وحاجه اسمها الاف 80 هنيجي نعرفها بعد كده لما نيجي نتكلم عنها الاف 80 تمام، عشان يعرف الجرانيولز بتاعتك او السايز بتاع الكلينكر بتاعك فانه سايز، عشان لما يجي يحدد بعد كده الميديا بتاع الطواحين الكور الستيل هيحط ميديا او هيبدا بحجم كور قد ايه. طيب فانا بالنسبه لي طواحين التيوب انا براعي حاجه اسمها اللامبر ريشيو، اللامبر ريشيو دي اللي هي طول الطاحونه بالنسبه لقطرها، طول الطاحونه بالنسبه لقطرها ال على الدي، ولما بقول ال على الدي تمام اللي هي الافكتيف لينث والافكتيف دايامتر. ليه؟ لان طول الطاحونه من الهيد للديل داخل فيه الشوت بتاع التغذيه، داخل بيه صدر الطاحونه، داخل بيه الدايفرام الوسطي اللي هيجي بعد كده بالعرض بتاعه اللي بيوصل ل 40 سم، داخل فيه الديسشارج دايفرام، كله ده بياخد من طول الطاحونه. فالجزء الافكتيف اللي هيبقى موجود فيه الكور وهيبقى موجود فيه اللايننج هو ده اللي انا بشتغل عليه في عمليه الجرايننج، اما باقي الاجزاء دي هي مكونات رئيسيه بس مش داخله في عمليه الجرايننج بالنسبه لي. فال ال على الدي فاكتور مهم. طب الفاكتور ده يزيد او يقل بناء على ايه؟ بناء على رقم واحد الكلينكر بتاع اللي انا هطحنه، كل ما كان الكلينكر بتاعي صعب الطحن هيبقى محتاج ان يقعد فتره اطول جوه الطحونه، محتاج ريتنشن تايم اعلى عشان اوصل بالاسمنت اللي هيطلع بالجوده المطلوبه. سي مثلا انا عايز اسمنت النعومه بتاعته او البليل 4000 وعايز نوع تاني بلينه 5000 او اكتر، فهل هنا لو انا هعمل طاحونه تطلع 3 فزي الرمادي مثلا بيشتغل 3 وهعمل طاحونه تطلع 5 هل النسبه دي هتبقى واحده؟ لا. طيب بلاش، لو انا هستخدم الطاحونه التيوب دي لطحن رو ماتيريال زي طاحونه تيوب لطحن الروميكس موجوده هنا في كلوبات في رويال فيرتيكال، فانا لو هطحن روميكس هل الهاردنس بتاع الحجر والطفله والرم هي نفس الهاردنس بتاع الكلينكر؟ لا. مين الاسهل؟ مين السوفت؟ السوفت الحجر. فبالتالي ال على الدي في الطواحين التيوب الرو ماتيريال او الروميكس الطحن الروميكس هتكون قليله، لان انا مش محتاج الخامه سوفت، مش محتاج انها تقعد جوه الطاحونه فتره اطول عشان اخد منها البرودكت بالكواليتي المطلوبه، سواء الكواليتي المطلوبه ده كان بلين في الاسمنت او ريزيديو او سيف في الخام. فهتلاقي لما تيجي تبص في مثلا في الطاحين التيوب بالنسبه للروميكس هتلاقي اللمبه دي من 1.5 ل 2.7 2.7 تمام؟ النسبه ما بين طول الطاحونه وقطرها. طيب لو انا حولت الطاحونه التيوب دي لطاحونه تطحن كلينكر، الكلينكر هارد تو جرايند عموما مش سهل الطحن، فلازم ازود الريتنشن تايم، عشان ازود الريتنشن تايم دي هزود ال ال عادي، يعني هطول الطاحونه بالنسبه لقطرها عشان ازود الريتنشن تايم، الخامه تقعد فتره اطول جوه الطاحونه، بالتالي تطحن للسايز وللنعومه المطلوبه وتطلع بالبرودكت المطلوب. يبقى تاني فاكتور بيحدد غير الرو ماتيريال البرودكت، انت عايز الكواليتي بتاعت البرودكت نوعيتها ايه؟ عايز هاي كواليتي، يعني الرمادي مثلا هتلاقيه مختلف عن الابيض. الابيض محتاج بنشتغل على بلينات عاليه، الرمادي بشتغل على بلين 3000، البلين ده عشان الناس اللي مش انتاج ولا معمل دي السيرفس اريا.
سيرفيس اريا، يعني انا لو جبت شويه اسمنت وفرشته مع الارض، المساحه اللي بياخدها الاسمنت ده من الارض قد ايه؟ كل ما كان الخامه دي ناعمه كل ما فرشت معاك على الارض خدت مساحه اكبر. لو خامه خشنه هتتجمع في جزء صغير، فالسيرفيس اريا بتزيد كل ما كان الخامه ناعمه. فاهمني؟ فانا بالنسبه لي لو انا بقى مطلوب مني برودكت بجوده عاليه او مطلوب مني بلين عالي، فلازم هزود ال على الدي، هزود اللينس بالنسبه للديامتر. فعشان كده في طواحين الاسمنت هتلاقي اللمبه دي او ال على الدي بتشتغل من 3 ل 3.5، من 3 ل 3.5. اقسم اللينس بتاع الطاحونه بتاعتك على الديامتر هتلاقي انت في الرينج ده من 3 ل 3.5. طيب انت بتقول لنا دلوقتي ان انا ممكن طواحين الرمادي بتطلع بلين 3000 وطواحين الابيض بتطلع بلين 5000، هل النص دي الفرق في الريشيو دي هي اللي هتعمل لي الفرق الجامد في البلين اللي احنا داخلين تقريبا على الضعف؟ اقول لك لا، ما في بارامتر تاني هنيجي نتكلم عنها، حاجه اسمها السيركيوليشن فاكتور او السيركيوليشن لود، يعني الخامه اللي طلعت دي خدت كام دوره طحن قبل ما تطلع كفينش برودكت او منتج نهائي. فمش بس ال على دي، ال على دي معيار بس مش كل المعايير، مش كل الحاجات اللي انا بعتمد عليها، بس ده فاكتور مهم. يبقى اذا ال على دي بيختلف باختلاف نوع الماتيريال اللي هطحنها، هل هي ماتيريال هارد ولا ماتيريال سوفت، نوع البرودكت اللي انا هطلعه هل هو برودكت يعني فاينس بتاعه مطلوبه قد ايه والريزيديو بتاعته مطلوبه قد ايه، تمام، هو اللي بيحدد الكلام ده. والكلينكر اللي هطحنه ده يا طالما ممكن اطحن مثلا كلينكر رمادي وزن لترو 1300 وممكن اطحن كلينكر ابيض وزن لترو 700، هل الاثنين يستووا؟ يعني اجي اعمل طاحونه ابيض وطاحونه رمادي، دي هتطحن زلط، زلط انا اقصد بيه يعني كلينكر هارد كور بتاع ده، كلينكر احجامه كبيره صعب الطحن، ودي هتطحن كلينكر ناعم شويه نسبيا اللي هو الكلينكر الابيض، هل دي هتبقى زي دي؟ ما ينفعش. لا هم هيبقوا زي بعض في الميديا وهيكونوا زي بعض في الطول والقطر، هيختلفوا، تمام؟ ولا حتى زي بعض في البيرنج اللي بيخدم على الطاحون. ازاي؟ يعني عمرك ما هتلاقي في الرمادي طاحونه رمادي البيرنج بتاعها ترينيوم بيرنج، هتلاقي كله سلايد شو بيرنج. الاقطار الطواحين اللي اقطارها فوق ال 4 متر ما مش هتحطها ترينيوم بيرنج، هتحطها على طول سلايد شو بيرنج. تمام؟ الطواحين الصغيره زي اللي موجوده في الابيض دي هتلاقيها دايما ايه ممكن من 3.5 وطالع اقدر احط سلايد شو بيرنج. اقل من كده مش هحط. يعني احنا عندنا طاحونتين، واحده طاحونه اسمنت واحد دي ترينيوم بيرنج، وعندنا طاحونه اثنين سلايد شو بيرنج. دي قطرها 3.55 ودي قطرها 3.5% او 3.1. فاهمني؟ عندنا طاحونه الرمل دي قطرها 2.4 وطولها 9.20 متر. فاهمني؟ لو جبنا السبت هتلاحظ الفاكتور ده. فدي قصه الايه؟ معلش على الدين. لو اللمبه وصلت لكم تبقى سلايد شو؟ 4 القطر بتاعي يعدي 3.5. ابدا اقول ان انا ممكن احط سلايد شو بين، اقل من كده هيبقى التكلفه على الفاضي. عايزين شلون صايد نقارن ما بين البلين والسيف كله ده هيجي تباعا، بس ايه مش عايز ايه، عايز ادي البيزك بتاع الطاحون عشان لما اجي اقول، ما هو انا دلوقتي لما نيجي نتكلم في الجزء بتاع الكواليتي او الجزء بتاع النتائج هتيجي الكلام ده، بس يبقى انت فاهم بيتم ازاي. طيب زي ما قلنا هنا لو تاخد بالك احنا بنقول انا بتكلم عن الافكتيف لينس. الافكتيف لينس يعني ايه؟ يعني الطول الحقيقي اللي متاح بالنسبه لي للطحن اللي هو هيبقى موجود في الميديا اللي هو من الصدر بتاع الغرفه الاولى. انت عارف الصدر بتاع الغرفه الاولى ده فيه بلاط لاين، تمام؟ فده واخد مني من مساحه الطاحونه، وعندي دايفرام وسطي على الاقل بيبقى 40 سم لانه بيبقى وشين وبينهم لفتر. هو وفي الغالب بيبقى فيه كده بتاع 20 سم في الغرفه الاولى، يعني ما بيحصلش فيها عمليه الطحن علشان يعني الخامه وهي نازله، عشان الخامه وهي نازله
تعديها تنزلش يعني. ايوه بالظبط ماشي. الديزاين بتاع الشوت ده بيفرق يعني، هل الديزاين بتاعك اكسباوت يعني شوت، ولا هل استبان درجات سلم تمام، ولا الديزاين بتاعك بيفرق ايه يعني. وده على فكره الديزاين بتاع الشوت ده بيختلف اختلاف جذري بنوع البيرنج يعني. هل انت لو انت عامل مثلا البيرنج بتاع الطاحونه ترينيوم بيرنج غير لما يكون سلايد شو بيرنج تمام يعني. في نوع البيرنج بيأثر في الطريقه اللي انا بدخل بيها الفيد او الديزاين بتاع الشوت بتاع التخزين. فاحنا قلنا ده الايفكت فينس بتاع الغرفه الاولى، ده هشتغل عليه بعد كده وهنعرف نشتغل عليه فين. وده الايفكتيف لينس بتاع الغرفه الثانيه، من وش البلاط، من وش الدايفرام، الدايفرام الوسط اهو، الوش الثاني للدايفرام الوسطي لغايه الوش الاول للدايفرام المخرج، ده الايفكتيف لينس. الايفكتيف دايامتر طبعا من البلاطه دي للبلاطه دي. في نقطه مهمه، الغرفه الاولى طبعا عشان البلاط بتاعها بنسميه ليفتر لاين، بيبقى في هامب كده حته عاليه عامله زي الافتراض عاليه واطيه. لما تيجي تقيس الايفكتيف دايامتر ما ينفعش اقيسه من الهب للهب يعني، ما ينفعش اجي من الحته العاليه للحته العاليه واشد متر، لا باخد حته بلاطه من النقطه الواطيه مع اعلى نقطه في البلاطه اللي قبلها، ده الايفكتيف لينس الايفكتيف دايامتر بتاعك تمام. وبالذات في اللايننج اللي هو نظام الغرفه الاول. طيب ده كده هنقول الايفكتيف لينس والايفكتيف دايامتر لما يجي بعد كده انا بستخدمهم فين. السؤال الثاني او النقطه الثانيه، هل انا بعمل الطواحين هتلاقي في طواحين بتبقى عباره عن غرفه واحده، وفي طواحين هتلاقيها عباره عن غرفتين، وفي طواحين عباره عن ثلاث غرف تمام. يبقى اذا من ضمن التقسيمه بتاع الطواحين التيوب عدد الغرف. طب عدد الغرف ده فاكتور في حاجه؟ عدد الغرف ده فاكتور في حاجه معينه، ولا براحتي احط غرفه احط اثنين احط ثلاثه زي ما انا عايز؟ ها في التنعيم، فرق التنعيم البروده تفرق معايا في الكواليتي بتاع المنتج يعني. احنا عملنا الماتيريال ده عدينا رمل كانت ثلاثه شمر خليناها واحد، الاسمنت كانوا ثلاثه شمر خليناهم اثنين تمام. ماشي. هو عموما يعني عدد الغرف في طحونه تلاقيها غرفه او اثنين او ثلاثه، عدد الغرف افكتيف بالنسبه لي في اللي هنقوله بعد كده. بس عموما احنا لو انتوا خدتوا الرسمه او الشكل السلايد اللي قبل كده هتلاقي لو بصيت الايفكتيف لينس بتاع الغرفه الاولى غير الايفكتيف لينس بتاع الغرفه الثانيه. الغرفه الاولى بتبقى دايما لو انا اتكلمت عن الجنرال طاحونه غرفتين، الغرفه الاولى طولها لا يتجاوز ال 30 35% من اللينس بتاع الطاحونه، الغرفه الثانيه بتبقى 70 او 65 ليه؟ ايوه ماشي برضه ليه؟ ليه انا بطور الغرفه الثانيه على حساب الغرفه الاولى؟ التنشن تايم بزوده. ايوه ماشي، ما هو انا طولت عشان التنشن تايم برضه ليه؟ عشان هترجع تاني من السيبريتور فيها. ما هو هيرجع في الغرفه الاولى. لا الغرفه الاولى كلاسيفاي. تمام. محتاج ان انا اطولهم لان كده هياخد التنشن تايم اعلى. بالظبط. انا الغرفه الاولى مش محتاج الطول الكبير ده، انا فين ال 30%؟ لان الفانكشن بتاعتها سايز ريدكشن، وسايز ريدكشن يعني سي انا بدخل سايز ماكسيموم 25 مللي كلينكر، ده الماكسيموم. لو انا جبت منخل وعملت ريزيديو اناليسيس للكلينكر اللي هنيجي بعد كده ليه، الاقي مثلا على منخل 5% اديني ايه 5% ريزيديو لل 25 مللي تمام. معنى كده ان الماكسيموم سايز بتاع الكلينكر بتاعي 25، ده الماكسيموم. النورمال بتاع السايز بتاع الكلينكر هتلاقيه يعني من 10 لغايه 15 مللي، من 10 لغايه 15 مللي. فانا بالنسبه لي انا بعمل سايز ريدكشن في الغرفه الاولى، مطلوب مني ان انا اقلل السايز بتاع الكلينكر لغايه ما اوصل لسايز معين وبعد كده اعديه للغرفه الثانيه تمام، مش مطلوب مني ان انا انعم. طب هو السايز اللي انت هتقول هنا استور هنا كفايه وعدي، بناء على ايه الريفرنس بالنسبه لك اللي انت بتبني عليه؟ انت اكتمل السايز ريدكشن في الغرفه الاولى او ما اكتملش؟ ايه الريفرنس؟ الشركات عامله ريفرنس بقى، عامله ريفرنس اللي انا اقول عليه هنا السايز ريدكشن في الغرفه الاولى تم وتم بافكتيف ولا ما تمش؟ ايه هو؟ عندي انا السايز ريدكشن في الغرفه الاولى، انا عندي باخد عينات او لما باجي بشتغل يعني باخد عينات من الغرفه بطول كل متر تمام لغايه ما اوصل للدايفرام الوسط تمام. والمفروض ان انا لما اخد عينه قدام الدايفرام الوسطي
واعمل لها ريزيديو على مولكول 2 مللي يديني ريزيديو 5%، ريزيديو من 4 ل 5%. ده الريكومنديشن بتاع اغلب الشركات، ان انت لما اجي اخد عينه من قدام الدايفرام الوسطي هنا واعمل لها سيف اناليسيس تديني ريزيديو على مونخول 2 مللي ريزيديو 5%، يبقى انت عملت سايز ريدكشن محترم. مش مطلوب منك ان انت تعدي للغرفه الثانيه احجام اكبر من كده او سايز اعلى من كده. طب برضه ايه اللي ايه اللي ايه اللي يقول ده يعدي وده ما يعديش؟ بالظبط. فانا فاصل الغرفتين ببواب، البواب اللي كانوا بواب عماره، اللي عارف السكان هيعديهم، مش عارفهم مش هيعديهم. هو الدايفرام ده هو بالنسبه لي كانه بواب. البواب ده بيعمل ايه؟ انت اتطحنت كويس وصلت للسايز المطلوب يبقى عدي. لسه لا خليه، لا خليه. طب هو برضه بيحكمه بناء على ايه؟ ايه الوسيله اللي معاه اللي يقول اللي يقول ده عدي وده ما يعديش؟ فتحدد السلوتس. الدايفرام ده بيبقى وشين في الغالب، وشين، وش مفتوح في سلوتس، وش بلايند، وما بينهم ليفتر. السلوتس دي بيبقى ليها شكل معين تسمح ببرون الخامه اللي طحنت للسايز المطلوب والباقي تحجزه. يبقى دي اول وظيفه للدايفرام، انها تعمل ايه؟ تصنيف او سيلكتيفيتي، سيلكتيفيتي للماتيريال. اللي طحن كويس يعدي، واللي ما طحنش اقعد لغايه ما تاخد دور الطحن مره واثنين وتوصل للسايز المطلوب نعديه. الحاجه الثانيه فنتيليشن. ليه فنتيليشن؟ لان الدايفرام ما بيبوتش امباكت، يبقى في سره في النص، في شبكه، الشبكه دي بتعدي هواء، تمام؟ فالهواء اللي بيعدي ده بيبرد وبيساعد في الفلوبيليتي بتاعت الماتيريال وفي حركتها من غرفه للتانيه. فالسلوتس بتاع الدايفرام الوسطي في النورمال بتبقى حوالي يعني 6 ل 8 مللي، في ال 6 ل 8 مللي، ويبقى ليها شكل معين. الشكل ده لو ركزت انا اعملها بايدك يبقى تبقى شيب. يعني الشكل يبقى مفتوح من قدام ويجي في النص يضيق ويفتح، واسع من الوش يضيق في النص ويجي من ورا يفتح. وده حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان انت لو استخدمت، يعني انت لو بتطحن في الطاحونه مش بس كليبتر، بتطحن ماده سوفت معاه، والماده السوفت دي زودت فيها النسبه، يعني حاطط حجر بنسبه 30% زي الفيلر. الفيلر الحجر ناعم ومش محتاج وقت في الطاحونه، يجي يعدي يروح عامل ايه؟ يعدي من الجزء الواسع ويجي يقف فين؟ يقفل لك ايه؟ دايفرام، اتقفل، ما فيش حاجه تطلع من الطاحونه. وعشان كده من ضمن المعايير ان انا لما اجي اشتغل، ده اللي بتعود المعمل مخصوص، لما اجي اشتغل على نوع اسمنت غير الاو بي سي، الاسمنتات المخلوطه او الفيلر اللي فيها نسبه اضافات بتتعدى 15%، ما ينفعش اشتغل على البلين بس. ليه؟ لانه اوريدي لما بتبقى نسبه الاضافات معديه 15% انت بتجيب بلين عالي. فالبلين العالي ده مش انديكيشن ان انت عملت جرايندنج صح، ولا وبالعكس ده ولا انديكيشن بعد كده لما تيجي تعمل تكسير هتلاقي التكسير بتاعك صارت. ليه التكسير بتاعك صارت؟ لان انت البلين هنا مش فاكته. البلين هيجي اكتر من اللي انت محتاجه. امال اللي فاكتور بالنسبه لي في ان حصل سايز ريدكشن وحصل تنعيم الزيت. فانت اي نوع باي نوع اسمنت بره الاو بي سي تشتغل على الريزيديو، على السيف. السيف بالنسبه لي مطلوب مني مثلا كام؟ مطلوب مني وليكن في الاو بي سي لغايه 10 او 12 مثلا، تمام؟ انا بتكلم في رمادي، في الابيض اقل من كده، تمام؟ جبته تمام. طب جايب بلين 6000 وليكن زي البول مثلا او زي المورتر والفيلر والكلام ده، بجيب بلين 6000 و6200 واجي اشوف الريزيديو 12 و15 ويجي بتاع المعمل يوصل للراجل بتاع الانتاج يقول له انت ظبط لي، بيقول له انا اجيب لك انا اجيب لك بلين، انت عايز ايه تاني؟ لا هو مش فاهم، هو جايب له بلين مش هو اللي جايبه، هي الطاحونه اوريدي جايباه لوحديها عشان الحجر العالي، انت ما طحنتش. عشان كده بتاع المعمل لما بيجي يعمل تكسير بيلاقي التكسير ساقط، لان الريزيديو ده هو انديكيشن للكلينكر اتطحن ولا ما اتطحنش. ريزيديو عالي يبقى كلينكرك ما اتطحنش، بلينك عالي نتيجه الخامل فايل اللي موجود. وصلت النقطه دي؟ وصل يا رشيدي؟ تمام. طب تعرف ازاي ان انت شحنتك مظبوطه وان انت الطاحونه بتاعتك كده بالبلدي بتطحن كويس؟ هو لسه ما وصلش النقطه. نعمل كراش تيست عشان نعمل ايه؟ كراش تيست. ماشي، هو الكراش ستوب بيعرفنا الكلام ده، بس هو بيدينا
انديكيشن اكتر ليه انا ناقصني قد ايه في البرايمري ميديا من غير ما اعمل دامبنج واعمل سوب. يعني دي حاجه مختصره شويه بلاش ستوب. هتعرف منين كتر الكتر الباقي من الطاحونه في وشك ده كيلو الطاحونه بتاعتي ممكن ممكن خلال الصوت تخزين الطاحونه على النفس السحب بتاع المخرج مثلا. لا السايز ديستريبيوشن بتاع البرودكت عشان كده ما هو ده ابتدادا للكلام بيقول مهندس حامد. اولا البلين بالنسبه لي ما بيعبرش عن السايز ديستريبيوشن. ممكن ان انا طريقه الاختبار بتاعه المعمل اساسا لو انا عندي خامه ناعمه قوي ومخفي جواها السايزز الكبيره ما بتبانش. ممكن يجيب لي بلين 6000 وانا عندي سايز ديستريبيوشن فقير جدا. يعني انا ممكن يبقى عندي مثلا سيفات 12 و13 و14 وانا مثلا عندي البلين مثلا 5000 ولا 4000 وشويه ولا 6000. السايز ديستريبيوشن بالنسبه للبرودكت بتاعي مهم جدا. تمام ببقى عارف من خلالها الطاحونه دي جرايندنج ميديا بتاعتها مظبوطه ولا لا. ده امتدادا لبرضه ليه الكراش ستوب. الكراش ستوب انا بشوف انا ايه اللي ناقصني في الكور او ايه السايز اللي انا محتاج ان انا ازوده. تمام بدون ما اعمل دامبنج وسورتنج و و و تمام بيبقى طريقه ايفالويشن اسرع شويه بالنسبه للبرفورمانس بتاع الطاحونه. طيب هو دلوقتي لما انا عاوز ازود تخزين الطاحونه ينفع ازود سرعتها؟ لا 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 ليه؟ عشان السنترفيوجر فورس هتخلي لي كده الشحنه مش هيحصل عمليه طحن عشان ما وصلش كده ليه كده كريتيكال سبيد. كان نفسي اسمع كده. طب ايه الكريتيكال سبيد اللي هو اللي عندها الكريتيكال سبيد اللي هو مع سرعه الطحونه الشحنه تظهر لتحت فتحصل الشكل ده الجور على السطح الجور على السطح مش هو الكريتيكال سبيد اللي هي السرعه اللي عندها هنقولها كده بشكل مبسط تبدا الكور تلتقط مع الجسم بتاع الطاحونه فانا بفقد الميكانيزم الطبيعي بتاع الطحن بتاعي. فانا عشان كده دايما لما باجي اعمل ديزاين لطاحونه باخد حوالي 75% بس من الكريتيكال سبيد بتاع الطاحونه. تمام ده يعني انت يعني حتى لما تعرف مثلا الماكسيمم بتاع او تعرف سرعه الطاحونه مثلا سي 16 ار بي ام مثلا وناخد منها 75% تبقى هي السرعه الكليه كانت كام؟ او اللي هي عندها يحصل الكريتيكال سبيد من غير ما تعمل معادلات ولا حسابات ولا كلام من ده. بس يعني طيب هي بتتناسب عكسيا مع قطر الطاحونه ولا طرديا؟ لا عكسيا عموما زي ما قال الرئيس كده هي الغرفه الاولى احنا بنعتمد فيها على الطحن ونوع الحركه او نوع الفراكشن اللي بيحصل في الغرفه الاولى احنا بنسميه كاسكيدنج مود. ده هنقول هو بيحصل ازاي بس خلينا نعتبر مثلا ادي ده الطحونه ايه دايره بالنسبه لي وهاخد سامبل واحده اللي هي الكوره دي اللي هي بتلف. الكرة دي لما نتيجة ان هي بتلف في شكل دايرة واجعة تأثير كم قوة؟ قوتين. قوة بتاع السنترفيوجر فورس وقوة دي بتاع الجرافيتي دي شكل دايرة ودي بتشدها لتحت عشان تسقط. القوة اللي هتغلب هي اللي هتسيطر هي اللي هتغلب حركتها. تمام؟ فأنا بالنسبة لي عشان يحصل الكاسكيدنج مود لازم الكور دي توصل لارتفاع معين وتروح ايه؟ ساقطة عاملة الامباكت. الامباكت يعني كورة. كوره وبينهم الخامه وتيجي كوره من فوق تروح عامله لهم الامباكت فورس ده اللي يحصل فيه الطحن. عشان يحصل الكلام ده انا عايز الامباكت ده او قوته بيعتمد على كذا عامل من ضمنهم الارتفاع اللي هتوصل بيه الكوره هتوصل لاي نقطه وبعد كده تروح ساقطه وشكل البلاط نفسه بيأثر في الارتفاع ده هنيجي بعدين ليه لاحقا يعني. بس انا بالنسبه لي عايز الكوره توصل لارتفاع معين ورحت ساقطه. فلقيوا يعني ان الطاحونه لما بتلف جربوها كده يعني انا بلففها بنسبه معينه من سرعه الكريتيكال بتاع الطاحونه سرعه الكريتيكال سبيد يعني بتاع الموتور ان بيحصل التاثير الشلال ده بدرجات مختلفه. يعني كل ما انا برفع النسبه كل ما الامباكت فورس اللي بتتكون دي
الكره توصل للفاينل هتروح ساقطه تعمل الامباكت فورس يحصل الطحن بشكل افضل، لغايه ما لقيوا ان هم لما وصلوا تقريبا من 65 لغايه 80% افضل امباكت فورس حصل. بعد كده كل ما بيزود النسبه من السرعه الحرجه كل ما بيحصل ايه بقى؟ تبدا تتغلب السنتروفيوجن فورس على الجرافيت فورس وتبدا الكور تمشي بشكل مماسي مع الاطار بتاع الطاحون وما يحصلش اصلا الامباكت فورس ولا يحصل الطحن اساسا. فمن هنا اصبح ده مش متغير. ده مش فاكتور انت تلعب فيه. يعني مش فاكتور الراجل بتاع الطاحونه تملى معاه يزود سرعه. او الطاحونه تفضل يقلل سرعه عشان يزود الريتنشن تايم ولا يقلل، ده فاكتور. انا لقيت ان افضل امباكت باخده في السرعه دي فثبت لي. ثبت لي الطاحونه على السرعه دي. واي متغيرات هتيجي لاحقا هي اللي هتاثر على ايه؟ على كفاءه الطحن. فيبقى اذا ده مش متغير. عشان كده اغلب مش اغلب هي كل الطواحين سرعه فيكسد سبيد. تمام؟ طب الناس بتاعت الصيانه بقى، هو انا لو عملنا الطاحونه تخيلنا ان هي بقت فاريبل سبيد والراجل عدى وهو بيشغل الكريتيكال سبيد، ايه الاثر السلبي؟ سيبك من السيف والطحن والبرودكت اللي هو هيطلع بره الكواليتي، لو انا عديت الكريتيكال سبيد بصرف النظر ان البرودكت بتاعي مش هيطلع في المواصفات، ايه الاثر السلبي على الميكانيكال اليمنتس بتاع الطحونه؟ اول حاجه مش السبيك خالص، حاجه البيرنج حرارتها هتعلى، السبيك ولا البريشر هيزيد الاويل. في حاجه برضه مهمه يعني الفايبريشن مش اساسي بس ماشي. البلاط كده ممكن يتكسر، البلاط زي الكهرباء يتكسر. اولا البلاط عشان هارد ديسك تحت اساسا اللايننج بتاع الطاحونه هيتدمر، يعني الطاحونه دي مش هتشتغل لها اسبوع وهتلاقي نفسكم دخلتوا بتغيروا بلاط، زائد ان الكور هيحصل لها كلها ديفورميشن او معظمها هيحصل لها ديفورميشن، يبقى ده اهم اثر سلبي ان انا يعني ده سيفتي فاكتور عالي ان انا ما بسيبش السرعه او الفاكتور بتاع السرعه ده في ايد الراجل اللي بيشغل، لان انا ممكن ده يبقى الاثر بتاعه تدمير. تمام؟ طبعا ده شكل القوتين اللي بيحصلوا. الغرفه الاولى بيحصل فيها الكاسكيدنج مود اللي هو بيعطيني بعد كده الامباكت، والامباكت ده انا باخده في الغرفه الاولى لان الاحجام بتاع الكور فيها احجام كبيره تساعد على كده. تمام؟ تساعد على الامباكت فورس. دي الغرفه الاولى. الغرفه الثانيه الوضع مختلف، الميديا احجامها مختلفه وشكل البلاط مختلف، يعني البلاط اللي في الغرفه الاولى بيساعد ان انا اعمل زي بالظبط غرف، ان انا اغرف الكور دي واوصلها لارتفاع معين وتسقط. عشان كده لما بيحصل ويرنج في البلاط ده وافقد 60% او اكتر من الورنج بتاعي يروح يعلى، يعني ده بيأثر في كفاءة الطاحونة. أنا مش بس المفروض بتاع الإنتاج ولا بتاع التفتيش يبص يخش يقيس الفيلنج ديجري ولا يعمل كراش ستوب ولا لازم أقيس الويل ريت. وبرضه غير الشيب برضه الويل ريت ده مهم. أنا فاجأت قد إيه من السيكنس بتاع الليفتر دي، لأن هي دي اللي بتشوف هي بالظبط هي هتأدي الفانكشن بتاعها ولا محتاج أعمل لها ريبليسنج. تمام؟ فده بالنسبه لي. فطبعا هوريكم بعد كده الديزاينات المختلفه لشكل اللايننج بتاع الليفتر. الغرفه الثانيه الوضع فيها مختلف. البلاط اللي فيها نوعين، بلاط كلاسيفاينج وبلاط كورجيتد. البلاط الكلاسيفاينج ميزته انه بيعمل سورتنج للكور، يعني الاحجام المختلفه بصنفها كاني بوزعها، كل متر بحط فيه سايز معين، كل متر بحط. يعني انا لو ده الدايفرام الوسطي وماشي كده ناحيه المخرج، الاحجام الكبيره بتبدا من ناحيه الدايفرام الوسطي وكل ما اتجه ناحيه مخرج الطاحونه الاحجام بتظهر. يعني لو بادئ من 40 او من 50 بوصل ل 15 في مخرج الطاحونه. تمام؟ ده اللي بيعمل الكلام ده الكلاسيفاينج لاين. تمام؟ طب انا لو ما عنديش كلاسيفاينج لاين ده بيحصل سيجريجيشن، يعني كله بيتخلط في بعضه. ممكن تخش الطاحونه من النظره الاولى تلاقي الكور مخلوطه، تلاقي الكور الصغيره عند الدايفرام الوسط والكور الكبيره في نص الغرفه. تمام؟ عشان كده عملوا ريكومنديشن ان انا لو انا هركب في الطاحونه لايننج كلاسيفاينج معايا الفاي او حجم الكور اللي حطها اقدر يبقى فيها تنوع، يعني احط فاي مثلا ابدا من 50 وانتهي ب 15.
شايف 15 50 40 30 25 20 15. لو انا احط بلاط كورجيتد مفيش تصنيف، انا مرتبط بثلاث احجام بس، مرتبط بثلاث احجام بس اللي هم ايه 25 20 15 او 17. يبقى اذا كل مكان البلاط فيه كلاسيفاين اقدر يبقى عندي تنوع ان انا استخدم احجام مختلفه. لو بلاط مش كلاسيفاين استخدم ثلاث انواع. ولو في الرويال عندنا الطحونتين، طحونه رقم واحد بلاطها ايه؟ مش كلاسيفاين. تمام؟ ولو من كوروجيتد ورغم من كده حاطين فيها ايه؟ كور بتبدا من حجم 50. وعشان كده احنا عملنا الريبورت اللي عملناه في الاخير ده عن البرفورمانس بتاع طحونه واحد وانخفاض تغذيتها، وكان من ضمن الريكومنديشن بتاعها تمام ان احنا ننزل الشحنه دي ونفرزها ونعيد توزيعها عشان اقدر اعمل اوبتمايزيشن للطحون. طحونه اثنين تغذيتها كويسه واضعه كويس ليه؟ فيها بلاط كلاسيفاين في الغرفه الثانيه مكتوز، والاحجام اللي موجوده فيها بتبدا من 50 تبدا لغايه 15. تمام؟ فاللايننج مهم جدا في وطبعا الحركه او الفرص اللي انا بحطها في الغرفه الثانيه مختلفه خالص. الفرص الثانيه ما بتعتمدش في طحنها او في تنعيمها على الامباكت، بتعتمد على الهفس. عارف يعني ايه تهرس؟ يعني بتسحق. فاهمني؟ اللي انا عندي السيرفس اريا او الكور الصغيره تبقى السيرفس اريا بتاعتها عاليه والمسافات البينيه صغيره، فالماتيريال دي تخش ونتيجه ان البلاط ده مش ما فيهش ليفتر، ده بلاط كورجيتد ما بيبقاش ما بيوصلش لارتفاع عالي، هو بيحصل له زي ايه؟ زحلقه سلايدنج. فمن الحركه دي بيبدا الهرس او السحق ده يحصل، ويبدا ايه؟ من كل متر من بتحرك فيه من الطاحونه من الانترميديت للمخرج الاقي الريزيديو بيقل والبلين بيعلى، الريزيديو بيقل والبلين بيعلى. وزي ما قلنا الشركات عامله ريفرنس تحكم لي على البيهيفير بتاع كل طاحونه كل غرفه. فالغرفه الثانيه زي ما قلنا الغرفه الاولى عشان احكم عليها ان هي ادت عملها بشكل مطلوب ان يكون الريزيديو الريزيديو على منخل 2 مللي يديني 5% ريزيديو من 4 ل 5%. بالغرفة الأولى عملت المطلوب. الغرفة الثانية عندي فاكتورين، عندي ريزيديو وعندي بلين. الشركات بتقول إن كل متر وأنت بتتحرك البلين يزيد 100. البلين يزيد 100 ولغاية ما أوصل لمخرج الطاحونة، لغاية ما أوصل لمخرج الطاحونة يديني بلين 2000 2100. ويكون اللي في مخرج الطاحونة على الأقل من 40 ل 60% من البلين بتاع البرودكت. يعني سي أنا طالب برودكت بلينها 4000. اطلع من الطاحونه كام؟ من 40 ل 60% من البرودكت. البرودكت 4000 يبقى اطلع من 1900 ل 2000. طالب 5000 يبقى اطلع من الطاحونه في حدود 2200. طيب حاجه تاني السيف. السيف على منخل نص مللي، شوف المنخل اختلف. المنخل اختلف ليه؟ لان انا في الاول كنت بعتمد سايد ريدكشن، انا دلوقتي بعمل ايه؟ جرايند، بعمل تنعيم. فالمنخل اللي انا هقيس عليه منخل نص مللي يديني ريزيديو كام؟ 4%. تمام؟ فده اللي بحكم عليه على الغرفه الثانيه. طيب انا قلنا الغرفه الاولى غير الغرفه الثانيه في الكور وفي الطول، تمام؟ طب ليه؟ قلنا لان الغرفه الاولى انا محتاج منها جرايندنج بس، سايز ريدكشن بس. والريتنشن تايم بتاع الخامه فيها قليل، ليه الريتنشن تايم قليل؟ ليه الريتنشن تايم في الغرفه الاولى قليل؟ من غير ما اغير في اي حاجه تاثر على الريتنشن تايم، يعني ممكن اخلي الريتنشن تايم يزيد ويقل بالسحب. انا مش هلعب في حاجه. انا لو هعتبر ان كل حاجه ثابته الاقي، ولو قست الريتنشن تايم في الغرفه الاولى الاقي الريتنشن تايم في الغرفه الاولى اقل بكتير من الغرفه الثانيه. ليه؟ ولا اللينز الثاني حاجه. ماشي اللينز ده فاكتور، بس اوريدي انا مغير فيه. انا حاجه ثانيه غير دي. عشان يعتبر البلاط نوع واحد. لا. ما هو في الثالث في الغرفه الثانيه نوع كروجيت والشحنه برضه نفس الحاجه، يعني الشحنه واحد الكتر بتاعها واحد. الدايفرام برضه حاجه، بس الفاكتور الرئيسي اللي حكم في الريتيشن تايم حجم الكوره. هو واحد السايز، مش كوره، لا مش واحد، هو كبير و لا لا هنيجي بعد كده. السايز بتاع الكوره ده بيتحكم في الريتيشن تايم. كل ما كانت الكوره السايز بتاعها كبير هيكون مسافات كبيره،
فيبقى الريتنشن تايم ايه؟ قليل، لان التيست سهل ان تهرب. كل ما انا ضيقت او صغرت حجم الكوره وصغرت المسافات البينيه، كل ما انا حكمت الماتيريال دي ان ما تطلعش مني بسهوله. فعشان كده الغرفه الاولى الريتنشن تايم بتاعها قليل جدا. بس هو في اصلا علاقه ضيقه بين الكوره والسايز اللي داخلها، لا ما انت لما هنيجي بعد كده هتعرف ان انا مثلا سايز الكور ده بيبدا من 100 و110 تمام. في طواحين ممكن ابدا بيها بال100، وفي طواحين ممكن ابدا بيها بال90، وفي طواحين ممكن ابدا بال80، وفي طواحين ممكن ابدا بال70. طب هو على اي اساس انا قلت الفاي بتاعي اللي انا هبدا بيه 100 وفي مصنع تاني او طاحونه تانيه جنبيه على طول هبدا بال70؟ فده فاكتور تاني هنيجي ليه. بس انا دلوقتي بتكلم ان انت لو انت حجم الكور بتاعتك في الطاحونه كبير هيبقى الريتنشن تايم بتاع الخامه في الغرفه دي قليل. صغرت حجم الكور الريتنشن تايم هيبقى ايه؟ عالي. وعشان كده انا كده بتحكم في الريتنشن تايم في الغرفه الثانيه بحاجتين، الطول والحجم الكور. الغرفه الاولى الريتنشن تايم قليل والطول قليل فما بتقعدش ما بتقعدش. طيب بقول ايه ثاني؟ طيب هو انا بحط الكور دي جوه الطاحونه او جوه الغرفه بناء على ايه؟ ايه الريفرنس؟ يعني انا مثلا بشحن، بقول انا هشحن الغرفه الاولى دي 30 طن وهشحن الغرفه الثانيه 70 طن او 80 طن، بناء على ايه قلت دي عايزها كذا ودي عايزها كذا؟ ها حد يعرف؟ في الانجليزي انا ماشي في الانجليزي في الانجليزي مالها؟ لا ما هو الفيلنج ديجري دي هي اللي هتقول لي معنى الفيلنج ديجري قد ايه؟ الحيز اللي بتاخده الكور من حيز الداخل. الفوليوم اللي بتاخده الكور الميديا اللي انا حاططها جوه الغرفه دي بتاخد قد ايه من فوليوم الدايره؟ انا هعتبر الطاحونه دايره. انا الميديا دي خدت قد ايه من فوليوم الدايره؟ هو ده الفيلنج ديجري. فانا لو قلت الفيلنج ديجري 30% يبقى الحجم اللي بتاخده الكور حجم الدايره 30%. 35% يبقى الحجم اللي بتاخده الميديا 35% من حجم الدايره، صح كده؟ ده الفيلنج ديجري. طيب هو الفيلنج ديجري في الغرفه الاولى غير الغرفه الثانيه؟ هم متقاربين خالص بس مختلفين. ليه؟ لان في الغرفه الاولى انا بشتغل على فيلنج ديجري يعني ممكن بتقول ايه؟ من 27 لغايه 30 31. في الغرفه الثانيه بشتغل لا مينيموم 28، ما ينفعش انزل تحت 28، ممكن اوصل لغايه 33. كل ما انا حبيت ان انا ازود البرودكتيفيتي على حساب الباور كونسامبشن. ليه؟ لان انا كل ما الميديا هتزيد الفراكشن هيعلى، الفراكشن هيعلى هيزود اللود على الخطوط، فالباور كونسامبشن لكل طن هيزيد. فاذا الباور كونسامبشن هيزيد علاقته عكسيه مع الميديا. يعني انا لو زودت الفيلنج ديجري الباور كونسامبشن للطاحونه هيحصل فيه ايه؟ هيعلى. طب والبرودكتيفيتي هتزيد. انا كل ما ازود الفيلنج ديجري بزود الميديا اللي بتطحن، فبالتالي بقدر اسهل اخرج من الطاحونه تغذيه اعلى، بس هيبقى على حساب ايه؟ انا ممكن اوصل لفيلنج ديجري 35%، بس ما تسالنيش عن الباور كونسبشن لكل طن قد ايه؟ فاهمني؟ بس النورمال انا بشتغل من 28 ل 32. هم متقاربين، يعني انا ممكن اخليهم زي بعض. طيب هل هو الفيلنج ديجري دي لو انا اعتبرت الغرفتين زي بعض 30%، هل ال 30% فيلنج ديجري دي بتاع الغرفه الاولى هي نفس عدد الاطنان بتاع الفيلنج ديجري 30% الغرفه الثانيه؟ حجم مختلف، ايوه طول الطاحونه مختلف، فالميديا اللي هتعمل لي 30% في الغرفه الاولى اقل من وزن الميديا اللي هتعمل لي 30% في الغرفه الثانيه. فسي انا حاطط ميديا في الغرفه الاولى 30 طن، الاقي حاطط 70 80 90 في الغرفه الثانيه، عشان اوصل لنفس الفيلنج ديجري، لان الطول زاد القطر ثابت. القطر بتاع عمرك ما هتلاقي الطاحونه بتضيق وتوسع من غرفه لغرفه، صح؟ هي قطر واحد، بس ايه اللي بيفرق؟ اللينس. فاللينس ده بيأثر في الفيلنج ديجري. عشان كده الفيلنج ديجري لو انا هحافظ عليها واحده هتلاقي الفيلنج ديجري اللي في الغرفه الاولى عدد اطنانها اقل من الفيلنج ديجري بتاع الغرفه الثانيه. يعني لو حاطط هنا 30 طن مدياني فيلنج ديجري 30، هلاقي هنا حاطط 90 طن عشان تديني فيلنج ديجري 30. وصلت؟ هو اسحب من الناحيه الميكانيكيه
والفيلم الجري قليل والخامس فايبر ما بقاش فيه. ما هو ده الفيلم الجري حصل معانا في الوقت لا بس ده مش يعني كحاجه كده اتساع يعني اللي حصل في الحمله دي انت لو تفتكر كنت اقترحت على المهندس رقم قلت له نزود الشحنه. هو دخلت مره اجتماع انا شفتها في سين رمادي كانت الطاحونه بالفايبر فطبعا الطاحونه الفايبر يقول لك املاها نملاها فايبر زياده هو اعتقادا ان انا كل ما هملى الطاحونه وكل ما هات بقلل الفراكشن ما بين الكور وبعضيها الحديد مع الحديد يسمع تمام فانا لما بحط ميديا الميديا دي بتاخد الصدمه وكانها كاتم صوت تقلل اللود فكل ما نقلل نزود تغذيه الفايبر بروتين فبالصدفه رحنا ايه منزلين الغرفه نزلون الكور وشحناها من تاني وبدانا بنسب اقل تمام ونزود لقينا كل ما بنزود الشحنه الفايبريشن بيهدى. هقول جت ازاي؟ تحب تعرفوها رياضيا؟ وفي على فكره طواحين يعني دي قليله بس هتلاقيها طاحونه غريبه ان انت ممكن تلاقي ان انت الطاحونه في الطاحونه الطيوب عموما كل ما انا اقلل اقطع التغذيه او اقلل التغذيه الباور يزيد ولا يقل؟ اقطع التغذيه عن الطاحونه الباور يزيد ولا يقل؟ يزيد. ليه؟ هو ما فيش ميديا تاخد نص صدمه دي فالخط شغال رازع فالامبير يزيد صح لو انا زودت تغذيه الامبير بيقل فانا بعرف الطاحونه مليانه او فاضيه من الامبير ده طبيعي قطعت تغذيه يعني انا مثلا الراجل بقول له ايه فضي لي الطاحونه اخش اقيس الشحن انا عايز الطاحونه فاضيه تماما عشان اقيس الشحن فبيفضل قطع التغذيه نص ساعه طب هو بيحكم عليها ازاي انها فضيت من حاجتين غير راجع بيسمع صوت الطاحونه تحت والامبير بتاع الطاحون امبير عالي وصوتها عالي يبقى الطاحونه فضيت ما هو ده حاجه بس يعني ايه الماتيريال دي انا ما ببصش ليها انا بتكلم يعني الفاكتور بالنسبه لي الامبير والصوت تمام ففي طواحين بقى تيجي تقطع عنها التغذيه امبيرها ينزل امبيرها ينزل وده مش طبيعي زي الرمل عندي يعني كل ما انت مثلا طاحونه قلنا كل ما انا افضيها امبيرها يعلى املاها امبيرها ينزل ده الطبيعي في اي طاحونه تيوب وقلنا السبب طيب الاستثناء ان الطاحونه ممكن تقطع عنها تغذيه او تقلع عنها تغذيه ومع ذلك امبيرها ايه؟ يقل ده مش لوجيك صح؟ بص عموما الامبير بتاع الموتور عباره عن ايه؟ عباره عن التورك في السرعه. التورك في السرعه. التورك معادله التورك بتقول ايه؟ الكتله التورك الام تمام؟ بتساوي الكتله في فاكتور. ده السنتر لاين اهو وده هنا ده سنتر لاين وده سنتر لاين. هنا المسافة دي كده المسافة دي كده وليكن دي اكس واحد ودي اكس اثنين الشكل اللي هو اللي انتم شايفينه ده على شحنة على فيلنج ديجري معينة ودي على فيلنج ديجري أكبر هتلاقي هتلاحظ إن كل ما الفيلنج ديجري بتزيد السنتر لاين بتاع الدايرة بيقرب أو السنتر لاين بتاع الشحنة مركز الثقل بتاع الميديا بيقرب من السنتر لاين بتاع الدايرة كل ما الفيلنج ديجري بتقل او وزن الشحنه ده يقل السنتر لاين بتاع الميديا بيبعد طب ايه العلاقه العلاقه ما بين الميديا ما بين المسافه دي علاقه طرديه مع الامبير يعني لو انا خدتها كده
انا عندي التورك او التورك بتاع اللي بيلف اللي مسؤول عن العزم بتاع الكور دي دورانها بيساوي المساحه دي او الازاحه دي في الكيو. الكيو اللي هي وزن الميديا جو، وزن الميديا جو. فاذا علاقه طرديه ما بين ايه؟ ما بين الازاحه دي وما بين الشحنه وما بين التورك. فكل ما المسافه قلت كل ما العزم حصل لي ايه؟ قال المسافه تقل العزم. ما المسافه دي اللي هي اكس، اللي هي المسافه دي اللي هي اكس. كل ما قلت نتيجه زياده الشحنه وتورك القوه في الذراع ماشي. ما هي احنا قلنا ايه؟ هي ما هتيجي بعد كده التورك ده او الدرايفنج باور اللي انا بستخدمه عباره عن المساحه في الوزن، تمام؟ بعد كده لما تيجي تستخدمها بقى في الايه؟ الباور، الدرايفنج باور بتاع الموتور بيساوي التورك ده في السرعه الزاويه بتاع الطاحون. طيب المسافه دي كل ما صغرت او كبرت طبعا بتصغر او تكبر بناء على ايه؟ بناء على الفيلنج ديجري للشحنه. كل ما الشحنه زادت او الفيلنج ديجري زاد او وزن الميديا زاد كل ما الايه؟ المسافه دي تقل. فلما المسافه تقل الام تحصل فيها ايه؟ تقل لانها علاقه طرديه. ولما الام تقل الان يحصل فيها ايه؟ تقل. فدي الحاله الوحيده اللي يحصل فيها ان بالرغم من ان المسائل ان انا قطعت تغذيه وفضيت الطاحونه ان الباور زاد. ده امتى؟ لما اكون شاحن الطاحونه زياده، شحنه زياده. كل ما الفيلنج ديجري بتاع الطاحونه يزيد على نفس الطاحونه، زودت الفيلنج ديجري كنت شغال مثلا 30 خليتها 34، ايه اللي حصل للاكس دي؟ للازاحه دي؟ هيحصل فيها ايه؟ قلت نتيجه زياده الفيلنج ديجري. فلما قلت التورك حصل ايه؟ قل. فالباور يقل. فدي الحاله الوحيده ان انا لما اعمل كده الطاحونه لما اقطع عنها تغذيه امبير هيقل. لو انا ظابط الفيلنج ديجري والفيلنج ديجري بتاعتي مظبوطه مش هيحصل الكلام ده. طيب احنا قلنا كده يعني بالنسبه لنا الغرفه الاولى قلنا فائدتها والمعايير اللي انا بحكم عليها بحكم بيها على اداء الغرفه الاولى، وقلنا الغرفه الثانيه فائدتها ايه وبحكم بيها على بحكم على كفائتها ازاي، وقلنا الدايفرام الوسطي فائدته ايه. معلش حد يذكرني كده الدايفرام الوسطي فائدته ايه؟ دي فانكشن، اتنين فانكشن ايه هما؟ كولينج هنقول عليه فينتنج، تمام؟ لان الفينتنج يشمل الكولينج والديداستنج. ليه؟ لان انا لما بطحن الطاحونه الخامه اللي داخله الطاحونه ما بتبقاش سايز واحد، بيبقى فيها ناعم وخشب. فالناعم ده بيبقى اذا هنقول عليه كده بيبقى معفر جوه الطاحونه، بيبقى ايه؟ سسبندد، معلق في الاتموسفير بتاع الطاحونه، مش بين الكوارب وبعضيها. فبالتالي لما بزود الفينتنج او بزود السحب انا باخد فيه الدست بس. الدست ده وعلى فكره الدست ده بيجلي كل مكان الخامه ناعمه كل ما كثافه الطحن قلت. عشان كده طحن الخامه الناعمه اصعب من طحن الخامه الجرانيولز. لان الخامه الجرانيولز بتقعد ما بين الكور فاقدر اعمل لها الامباكت فورس. الخامه الناعمه بتبقى سسبندد، بتبقى معفره جوه الطاحون، تمام؟ لا مني قادر اعمل لها كاتشنج فاطحنها ولا قادر اتخلص منها. عشان كده الفينتنج ليها افضل لي اسحبها والف واطلعها واخرجها واعد فرزها تاني في السبنتور وارجعها على الطاحون. الخشن منها يرجع والناعم يرجع. فدور الدايفرام الوسطي حاجتين، الحاجه الاولانيه الفينتنج اللي بمشتملاته سواء كولينج او ديداستنج. الحاجه الثانيه سيلكتيفيتي للماتيريال
الماتيريال بتاعتي وصلت للسايز المطلوب ولا لا، السايز الكويس يعدي والسايز اللي لسه خشن يقف. والحاجه الثالثه ايه بقى لو حد مركز بالظبط. انا لو تخيل لو انا ما عنديش السره اللي هيعدي منها الهواء، طبعا احنا قلنا الدايفرام بالشكل ده اهو، الدايفرام بالشكل ده بيبقى عباره عن وش مفتوح وعباره عن ثلاث سكاشن انر اوت وانر والكون. لو الجزء ده مصمت مقفول هيبقى كل خروج الغازات والماتيريال من ايه؟ من الاسلوس. يبقى انا ماشي الماتيريال ماشي من الاسلوس. طب الفنتليشن هياخد وقت طويل وهيعوق حركه الماتيريال وهيخلي الغرفه الاولى تملى والغرفه الثانيه تفضى، فلازم الفنت يبقى سكته اسهل. فعشان نخلي سكته اسهل اتعملت السره دي. وعلى فكره السره دي بيبقى ليها سايز معين بيفرق من غرفه لغرفه، يعني الغرفه الاولى السايز فيها اكبر بكتير من الغرفه الثانيه. الغرفه الثانيه بيوصل 1.5 سم، الغرفه الاولانيه بتوصل 4 سم و5 سم الفتحات بتاعتها. تمام. فانا دي معموله زي ما قلنا عشان كده. طيب هل هسيبها مفتوحه؟ الشحنه هتعدي ناحيه الثانيه. انا لو سبتها مفتوحه يحصل انتقال للشحنه من الغرفه الاولى للغرفه الثانيه، فبالتالي لما اخش الغرفه الاقي الغرفه كونتامينيتد بسايز مش المفروض يكون في الغرفه. يعني مثلا السايز بتاع غرفه واحد بينتهي لغايه حجم 60، حلو، وغرفه 2 بيبدا مثلا من حجم 50 لغايه 15، اخش الاقي بعد الدايفرام الوسطي في كور 70 و80. طب جت منين؟ جت منين؟ ملهاش سكه. هو طبيعي ممكن الاقي في الغرفه الاولى احجام صغيره وهنقول جت منين، بس الغرفه الثانيه الاقي فيها احجام كبيره ما ينفع. الحل الوحيد ليها ان تكون عدت من ايه؟ ان الصوره دي ما تكونش موجوده او حصل لها وير او اتكلت او سقطت وعدت الكور من خلالها للغرفه الثانيه. فعشان كده لو مش موجوده لازم تتقفل، وده اللي لقيناه في الطاحونه. كان عندنا طاحونه ما فيهاش البتاع ده. بس لا يا باشمهندس، هي تمام الشبكه الكبيره وهو سايب بقى جزء صغير حوالي مثلا كتر مثلا 15 سم. هيعدي، ايوه بس هيعدي منه. بس ده يا باشمهندس حامل ده ديزاين، ما اختلفناش، ما في ديزاينات كتيره مش صح. اتفقنا وقفلناه لا هو احنا قفلناه ريكومندد ليه؟ لان دخلنا الغرفه الثانيه. بس هو اللوجيك اللي هيبقى يعني احنا انا عن واحد من الناس اشتغلت على الصيني على السينما، مفيش شركه تسيب الجزء ده مفتوح نفسه. طيب ركزوا معانا في الجزء ده يا رجاله. معلش يا باشمهندس، ايه اللي يخلي الكور تطلع من الغرفه الثانيه للغرفه؟ لو الفيلنج الدري بتاع الغرفه الاولى عالي، لو الفيلنج الخليجي بتاع الغرفه الاولى عالي يحصل ان الماتيريال او الكور يحصل ليها انتقال مع حركه البلاط والليفتنج تروح نطه من غرفه لغرفه. تمام. وده احنا شفناه، لقينا الغرفه الثانيه فيها احجام 70 دي ما تتحطش ابدا في الغرفه الثانيه، فهي جايه منين؟ والكلام ده غرفه طاحونه واحد بس، طاحونه 2 اللي موجود فيها الشبكه مش موجود فيها الكلام ده. طيب لو سالت سؤال عكسي، الغرفه الاولى ممكن الاقيها كونتامينيتد بنفس ب 15 مللي كور 15 مللي؟ تعدي من السلوت، تعدي من السلوت، تعدي من الشبكه بتاعت الفروم. ها؟ ايوه جت منين يعني؟ تطلع مع السائل. ايوه ما هي طلعت مع السائل. استنى انت ابعت لحام، وده اسوء حاجه بيحصل، ده اغتصاب للدايفرام. يعني الدايفرام لسه بيقول شكله عامل ازاي. انا لما ببعت لحام اللحام ده بيبوظ الشكل النهائي، بيخربه. تمام. هو انا التاني اللي بيطلب، ما هو اذا كان التوك عرضه في البدايه مش هينفع اصلحه، خلاص ما هو باظ. تمام. اما هو جديد المفروض ما اطلبش كده. تمام. فاحنا كنا الغرفه الاولى يحصل لها كونتامينيتد بحجم كور صغيره، الكور الصغيره هتبقى جايه منين؟ من الغرفه الثانيه. طب عدت منين؟ بتبقى عدت من بيبقى طبعا البلاط بيبقى متركب على شاسيه،
وبيبقى فيه زي اوتر ريم كده، تمام؟ ممكن يحصل البلاط بيبقى فيه فاصل او يعني في جاب يعدي منه النفس الصغير، النفس ده يطلع ياخد دوره الراجع، يطلع مع الساقيه والساقيه على السبريتور، من السبريتور يرجع في اير سلايد الراجع، ومن اير سلايد الراجع للمدخل تاني. فخش الطاحون الاقي فيه كور صغيره كتير بتاثر لي على الطاحون، ده اللي بيحصل. عشان كده من اول كوركشن اعمله في الطاحونه ان لازم الدايفرام ده يتغير، لاني مش معقول ان انا هشحن كل شويه عمال اشحن كور عشان احسن كفاءه الغرفه الثانيه، واللي بشحنه ما بيحصل فيه وير وبيظهر حجمه، لو كان 20 بيجي 17، لو 17 بيجي 15 بيجي 10، الف يرجع لي يعمل لي لودد على الفاضي ومش مستخدمه، وكمان في الغرفه اللي احجامها كبيره يبقى ده مش صح. هيملى الفراغات اللي بينكم، غير انه هيملى فراغات وهيزود الريتنشن تايم ويخلي الغرفه الاولى تملى والغرفه الثانيه تفضى والباور يعلى والدايره المقفوله دي، تمام؟ انا بيأثر بيقلل انتاجيه الطاحون، تمام؟ فانا مش معقول هعمل كوركشن وانا سايب الدايفرام ده بالشكل ده. طيب نقطه ثانيه في الدايفرام، احنا قلنا الدايفرام وشين، وش مفتوح في ستوتس، وقلنا السايز بتاعها كام؟ من 6 ل 8 مللي، مناسب للمون كانه بالظبط المنخل ده غربال، السيب بتاع المعمل اللي انا بغربل عليه. والوش الثاني بلايند. وليه الوش الثاني بلايند؟ ها؟ ليه ما خلاش الوشين مفتوحين وريحني؟ ليه خلى وش مفتوح ووش عام؟ عشان خلي الوش ايوه ماشي، ما هو طبيعي ان انا سلوتس الوش المعمي مش هيعدي منه خامه خلاص، بس ليه عملته اعمى؟ ما خليته سلوت، خليت حتى الاثنين نفس الدايمتر ويعدي من ده ويعدي من ده ونخلص. عشان ما فيش خامه ناعمه من الغرفه الثانيه ترجع للغرفه دي. عمر الخامه ما ترد في اتجاه السحب، اتجاه السحب والدوران ما يخليش خامه ترد ابدا، عمرك ما تلاقي طاحونه ترجع من غرفه لغرفه، ممكن الغرفه الاولى تملى وترجع من الزور. اما من غرفه الماتيريال تروح للغرفه العكسيه لا. عشان ما يحصلش التاكل. ليش يبقى موسم؟ عشان السحب بتاع الخامه الناعمه يبقى من المنتصف، يعني زود الريتنشن تايم بس على ايه؟ لو كمل لا، شكل الدايفرام بيحكمني في الليفل بتاع الماتيريال في الغرفه ازاي؟ انا لو خليت الوشين وشين مفتوحين ونفس السايز، تمام؟ كده كده اللي هيطلع هيعدي على طول دايركت. انا خليت الوش الاولاني مفتوح والوش الثاني بلايند عشان املى الفراغ اللي ما بين الغرفتين اللي فيه ليفتر، والليفتر دي ممكن تبقى ليفتر وممكن تبقى سباوتات، شركات بتعملها سباوتات كده كانها ماسوره نازله جوه الغرفه، بحيث املى الجزء ده وافرغ، املى الجزء ده وافرغ، فتعمل لي ايه؟ تحافظ لي على ليفنج الماتيريال في الغرفه الاولى والغرفه الثانيه، تحافظ لي على ليفنج الماتيريال في الغرفه دي والغرفه دي، لا في غرفه تملى ولا في غرفه تضغط. ويقبل الليفل كنترول بتاع الدايفرام ثابت، او معدل تفريغ الماتيريال من غرفه لغرفه ثابت. الاشاره بس عادي، الاشاره بس يعني؟ طبعا هعدي الاشاره بس كده؟ هيعدي من السوق، هيعدي من السلوتس الخامه، الخامه بتعدي من السلوتس وتنزل جوه الغرفه اللي ما بين الوشين، تلاقي جوه ليها جاب بتتملي، وجواها لما تطلع بقى تاخد الخامه دي وتطلع فوق في سباوتات كده، مواسير شركات بتعملها مواسير تنزل فيها زي شلال، تمام؟ او تنزل دايركت جوه الغرفه، تمام؟ ده الدايفرام ايه؟ الوسط. الدايفرام المخرج بيتعامل وش واحد. وفي نقطه احنا قلنا السايز بتاع الغرفه الثانيه بيبدا قلنا من على حسب البلاط، بيبدا من احجام كبيره من 50 ونازل، ولو نان كلاسيفاينج بيبدا من ايه؟ ثلاث احجام بس، 25 20 15. طب يا ترى حجم السلوتس هنا هو نفس حجم السلوتس بتاع الدايفرام الوسطي؟ لا اكبر. السلوتس اصغر مني، اكبر السلوتس اصغر. لو عندي الوسط 6 8 مللي كان المخرج بتاعي 10 مللي. ليه؟ لما انا خلاص اوريدي اتحمل. ماشي برضه. تمام، عايز ازود السرعات من الطاحونه. تمام صح، انا في الغرفه الثانيه طولها اصغر، تمام؟ وفيها كور بتتحكم في الريتنشن تايم، فاوريدي انا نعمت وحجزت بالوقت الكافي ان انا اخد البرودكت اللي انا عايزه، عايز بقى افرغ، عايز افضي، عايز الميديا دي تطلع. اما في الغرفه الاولى لا،
انا في الغرفه الاولى عايزها تقعد الوقت اللي تديني هي طول الغرفه صغير، فانا مش هينفع ايه اخلي معدل تفريخها، والميديا طبعا كبيره فالريتنشن قليل، الريتنشن قليل ما ينفعش اوسع الدايفرام بتاع الوسط، ما ينفعش اخلي العكس الدايفرام الوسطي اوسع من الدايفرام المخرج، لا الدايفرام المخرج بخليه السلوتس اوسع، وعلى فكره مش اوسع برقم كبير، يعني بتكلم ب 2 مللي يعني مثلا لو انا بتكلم 6 ل 8 هتلاقي الثاني من 8 ل 10 مللي بتاع السلوتس الدايفرام المخرج، وعلى فكره السلوتس دي فاكتور في تحديد اخر سايز في حجم الكوب. ايه؟ السلوتس دي الدايمتر بتاع السلوتس دي فاكتور في تحديد انا اخر حجم هنتهي بيه في الغرفه حجم فاي كام؟ ايه؟ اكبر منه 2 3 مللي. يعني لو انا مثلا بدات من 50 50 40 30 20 15 تمام؟ ممكن تلاقي الطاحونه تاني 50 40 30 20 ما ينفعش 15 ولا 17، ليه؟ قال لك اخر حجم في الغرفه بيبقى دبل حجم السلوتس. دبل حجم اصغر حجم في الكور في الغرفه الثانيه بيبقى دبل حجم السلوتس. يعني لو انا عندي السلوتس 10 مللي ما ينفعش احط اقل من 20 كور 20 مللي. ولا 15 مثلا. لو حطيت 15 ما ينفعش، ليه؟ لان انا اوريدي بيحصل وير. فال 15 هتلزق. حتى لو ما عدتش هتلزق في السلوتس وهتقفل الدايفرام. وعلى فكره السلوتس مش ده الشكل الجنرال. السلوتس ليها ثلاث انواع او ثلاث اشكال، في فيرتيكال هتلاقي السلوتس بدل ما هي عرضيه راسيه. وفي اللي انت شايفه ده بالعرض. وفي واخد شكل فيها كونكيف. كل شركه عامله ديزاين يساعد في السيلف كليننج بتاع الدايفرام. ويديني السيرفس اريا المتاحه لان الخامات تعدي قد ايه من التوتال اريا بتاع الامباكت بتاع الدايفرام نفسه. فعشان كده يبقى انا حابب المعلومات دي، المعلومات دي احنا ما يعني ما خدناهاش بسهوله. انت راجل بعد كده لما تخش طاحونه تبقى عارف لازم قبل ما اخش طاحونه اعمل فيها شغل اراجع المانوال بتاعها واشوف السبلاير ده مديني توزيع الشحنه عامله ازاي؟ توزيع الشحنه عامله ازاي؟ ومديني الدايفرامات دي السلوتس بتاعها كام؟ ومديني مثلا الفيلنج ديجري الريكومندد بتاعه كام؟ عشان انا لو هعمل موديفيكيشن ما اعملوش كده بهزر يعني وخلاص. طب انا عارف هعمل موديفيكيشن ليه؟ ونتيجته ايه؟ لو ما كنتش حابب يعني احنا مثلا بنقول كلها الطاحونه في نفسي وحاجه كده في السلوتس فاحنا كده خلاص على عشان المفروض ان انا على الاقل كل 8 شهور سنه انزل الشحنه دي وافرزها. انا لسه اقول لك ايه دور الانتاج؟ ايه دور الانتاج ان ينزل الشحنه دي من 8 شهور لسنه ونص انزل الشحنه دي واعمل لها سورتي والنبس ده يتشال واعيد شحن الكور ومش بس اشيل النبس والديفورمد بول الكور اللي هي نتيجه ان الراجل بيقطع التغذيه فترات طويله ويبدا يحصل الامباكت ده ما بين الكور بعضيها بيحصل ديفورمد في الكور. الكور تتشوه بدل ما شكلها يبقى سفيريكال تاخد الشكل ايه؟ مش غير مستوي تمام؟ فكفائتها في الطحن ايه؟ بتبقى ضعيفه. فالمفروض احنا كانتاج يعني احنا بنتكلم عن الصح ما بنتكلمش عن اللي بيحصل، بنتكلم عن الصح. الصح يبقى فيه فرز على الاقل من اقصى حاجه سنه ونص. اقصى حاجه سنه ونص. تمام؟ في تعقيد يا ريس؟ لا هو عشان كده بس الكراش ستوب فعلا ما بيغنيش عن عمليه ان انا اعمل دامبنج وافرز لان انا هعمل كراش ستوب انا عرفت ان انا ناقصني كور كذا وكذا وكذا بالكميات اللي هي بالتقليد كذا ماشي بعمل لها ادجستمنت بس انا مش هقدر اتخلص لا من كور الديفورمد ولا من الاندر سايز لان انا دلوقتي يعني انا ممكن في بعض المصانع ايه بيزودوها شويه يعني هو اللي بيقوله المهندس حامد هو ده كلام اللوجيك والطبيعي. انا دخلت مصانع بينهم مصنع كان بره مصر تقريبا من ساعه ما المصنع اشتغل ما فرزوش الكور بتاع الطاحين. انا اقول لحضرتك على كيس مثلا السيراميك بولز في الاهرام لا بيتزود وده مهندس حامد ايوه يعني دايما يزود حتى لو في حاجات ماشي مش هنختلف يعني دي اشي تانية خالص لكن مثلا في مصنع هنا في مصر بدون ذكر اسمه كان من ساعه ما المصنع اشتغل هو المصنع ما كانش عمره طويل بس المصنع مثلا كان شغال مثلا بقاله اربع خمس سنين ساعات ما دخلته ما
ما كانتش عمر الشحنه اتفرزت بتاع الطاحنه ولا حتى عمل كراش ستوب. كانوا بيزودوا كور وخلاص يعني كل شويه بنزود اكبر حجم او اكبر حجمين. الطريقه دي بتبقى للسرعه شويه بس ما ينفعش افضل شغال كده طول الوقت. ليه؟ لان انا حتى لو عملت كراش ستوب هبقى سبيسيفيك اكتر واعمل كراش ستوب ماشي، بس انا فين الكور بقى اللي حصل لها وير وبقت اندر سايز اللي انا خلصت منها؟ فين الكور الديفورمد اللي انا خلصت منها؟ فالكلام ده ما ينفعش تعمل على طول. هو فعلا المفروض ان انا اعمل دامبنج وافرز يعني من سنه لسنه ونص ماكسيمم. هو يفضل سنه طبعا بس يعني مش كل سنه بشتغل كده للاسف يعني. في اي سؤال؟ لا عايزين اسئله. احنا هنحضر بقى ونجيلك بكره بالاسئله. لا ما احنا لسه احنا يعني احنا كده خلنا بشكل عام للطواحين الايه؟ التيوب تمام؟ بكومبوننت بتاعتها. فاضل بقى البرفورمانس. لو انت راجل رحت مصنع وطلب منك ان انت تعمل ايديت على 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 طحونه او تعمل برفورمانس ليها وتقيمها، انا ببص في ايه او ايه التيست اللي انا بعمله او ايه الشغل اللي انا بشتغل عليه بحيث لما اطلع بتقرير يكون التقرير ده شويه مفيد. يعني احنا لما رحنا اليمن انا يعني قابلتنا مشكله. احنا رحنا كان المصنع 3000 طن رمادي طبعا، طحونتين طحونه كل طحونه 120 طن لما وكانوا شغالين على جابلين 3500 و3500 ده في الرمادي عالي، بس هم اسمنت الوحده دي يعني كان ليها سمعه ان هي الاسمنت بتاعها عالي الجوده زي ما بيقول، كان سعر الطن ب $100 ساعتها. ف رحنا انا اول ما بدخل اي مصنع بحاول اجيب البي جي تي وبحاول اجيب المانوال، فاتواصلت مع الناس الزملاء اللي موجودين اليمنيين وخدت منهم البي جي تي بتاع المصنع والمانوال واللوك شيت اللي كان موجود ايام الصينيين، لان الصينيين كانوا هم اللي بيشغلوا وهم اللي كانوا مسؤولين عن كل حاجه. كان ما كانش موجود غير خمسه مصريين على راس كل قسم هيد، يعني مدير امداد ومدير ميكانيكا مدير معمل الراجل السي او او النائب المدير التنفيذي لشؤون العمليه، دول الموجودين. لدرجه ان الناس في ناس مدير انتاج ما كانش يعرف ان المصنع فيه صومعه خام واحده، كان فاكرهم صومعتين. وصلت لدرجه ان ايه؟ هم مش انفولفد مع الصينيين في الموضوع، سايبين الصينيين هم اللي بيصينوا هم اللي بيشغلوا هم اللي بيعملوا حاجه. فلما رحنا واصبحنا تيم مسؤول عن التشغيل والصيانه، فبدا الايه الراجل المصري يقول لك والله انا جايبكم بتاخدوا شيء وشويه، انا الطاحونه دي الديزاين بتاعها 120 طن ليه بتغذي 95 طن؟ احنا طبعا كنا جايين من بني مزرعه ساعتها وكلنا يعني اشتغلنا على خطوط اف ال، كان اول مره بنشتغل خطوط سنون، بس يعني الوضع مش مختلف. فبصيت انا قعدت احسب السيركوليشن فاكتور والسيركوليشن جود اللي الراجل شغال عليه، الراجل مغذي 95 طن وعامل لي راجع 450 طن عشان يجيب الملين ده. قلت له يا حبيبي اسحب الراجع، قال لي الراجع انزل بسرعه السبريتو شويه عشان الطاحونه تقبل تغذيه. قال لي يا باشمهندس احنا لما بننزل بسرعه اللي بيحصل ايه؟ الملين بينهار وعمنا بتاع المعمل يقصد مديره بيجي يزيد. تمام؟ قلت له طب معلش نجرب. نزلت فعلا لما نزلت بسرعه سبريتو بلين بدل ما كنا بنطلع 150 جبنا 270 اللي هو 2700. طبعا ده هناك كارثه. فايه؟ قلنا ايه؟ خلينا نمشي زي اللي ماشيين وخلاص، هي مش بتغذي 95 خليها مغذيه 95 وناكل عيش. تمام؟ وسكتنا. مفيش عدى شهر بالظبط ولقينا ايه؟ الراجل المدير التنفيذي ده طلب اجتماع كامل مع طاقم الانتاج المصري. تعال ايه الطاحونه دي 120 طن، يعني النومينال كباستي بتاعتها 120 طن، المفروض ما تقلش عن ال 120، ما زادتش ما تقلش، وده الطبيعي على فكره. طاحونه بني مزار لما استلمناها 240 طن وصلناها ل 270 طن وهي مرتاحه، فانت 120 طن ده المفروض تجيبها وانت مرتاح يعني من غير الجمال نجيب من غير اي حاجه. فليه انتوا جايبين لنا الطاحونه مغذيه 95 طن؟ انا ضميري قلت انتوا لسه فاكرين، ما انت دولكم من 2013 لغايه ما احنا جينا في 2017 والطاحونه مغذيه 95، افتكرتوا لما احنا جينا
بس خلاص انت اتحطيت في ايه؟ في خانه اليكتل، يعني لازم تتصرف. فايه؟ انا كان نافعني ان انا اطلعت على البي جي دي اللي هو عشان برضه الناس تبقى عارفه البي جي دي برفورمانس جارانتي تيست. يعني انا لما باجي اسلم مصنع، شركه جت عملت مصنع وبتسلمه، بتسلمه على السبيسيفيكيشن اللي حددتها معاك. يعني ايه؟ انت قلت له انا عايز فرن، الشركه دي قلت له عايز فرن 3000 طن، بيجي يقول لك ادي ال 3000 طن اهو بكواليتي اللي مطلوبه. لو جه عمل البي جي تي تابيو 24 ساعه، لو فشل في عينه او فشل ان يحقق التغذيه او يجيب الكواليتي المطلوبه، البي جي تي يفشل، وكل يوم تاخير عن البي جي تي تيست بغرامه. فده ده اللي انت بتستلم بيه المصنع وبترضى عليه. فاول حاجه بص عليها الجارانتي ده، كانت الناس دي كانت شغاله ازاي. فبصيت على البي جي تي تيست للطواحين، لقيت الناس اليوم بتاع البي جي تي مغذينها 120 طن، 24 ساعة مغذينها ال 120 طن ونتائجها كلها والدنيا تمام. وبعد ما انتهى البي جي تي، بعد انتهاء البي جي تي بساعة تمام، نزلت ل 95 طن. غريب. أبص على التحميلات بتاع السوائل والتحميلات لسائد الصومعة وسائد الراجع ودي ودي، ألاقي نفس التحميلات اللي كانوا مغذين بيها 120 طن هي نفس التحميلات اللي احنا مغذين بيها كام؟ 95 طن. اول حاجه هتيجي في دماغك ايه؟ ان الشركات فيها ايرور. تمام؟ فروحنا ايه؟ قلت خلاص ده معنى ايه؟ قلت يا جماعه احنا نعمل كاليبريشن للشركات الاول، نطمن ان ال 95 دي هي 95 ولا ممكن تكون 120 واحنا ايه في ايرور. فوقفنا وعملنا كاليبريشن، لقينا الشركات الايرور بتاعها بوزت ماينس 1%. يعني اذا 95 دي كام؟ 95. يبقى ده اول نقطه فوتت. ثاني نقطه، خلاص انت ما بقيش عندك عذر. فخلاص الاحتمال الثاني ان الناس دي لعبت على الناس دي، بمعنى ان هم لعبوا في الشنكات وعملوا فيها ايرور بالماينس عشان يسلمك بي جي تي ناجح، وبعد ما خلص البي جي تي راح نزل بالتغذيه للطاحونه قبلها، وفضل ماشي كده طول ما انت مش داري هو ماشي والدنيا ماشيه. وده اللي لقيته في الورق بتاع البي جي دي. وقلت يا جماعه ده 1 2 3، قال خلاص اللي حصل حصل، احنا مش هنحكي في الموضوع، احنا عايزين الطاحونه توصل 120 طن. فطيب قلنا نعمل ايه؟ اول حاجه اخد عينات من الكلينكر اللي انا بطلعه من الفرن بتاعنا، تمام؟ واشوف احنا كان معانا راجل بتاع معمل كويس مهندس بدر خطايا، ناخد عينات ونعمل سيف اناليسيز ونشوف الدنيا ممكن تكون الكواليتي اللي احنا طلعناها افضل. وده يساعد ان انا اللي احنا قلنا عليه السيس اس، ان انا ازود نسبه الاضافات، فلما ازود نسبه الاضافات اقدر ازود تغذيه لان الطحن هيبقى اسهل. تمام؟ بدل ما هم كانوا بيشتغلوا بأداتف قليله انا ازودها واكسبها في التغذيه. ما جابتش نتيجه. تمام؟ فخدنا عملنا السيف اناليسيز. ده كان التقرير. تمام؟ دي مواصفات الطاحونه اللي كنا شغالين عليها هناك، الافكتف لينس بتاعها من الغرفه الاولى، والافكتف دايمتر من الغرفه الاولى، الافكتف لينس للغرفه الثانيه، والافكتف دايمتر للغرفه الثانيه. ودي طبعا الداتا دي انا جايبها من المانوال بتاع الشركه. تمام؟ وكنا بنطلع نوعين اسمنت ساعتها، وبدانا ايه؟ وادي ده كل الداتا اللي الشركه الصينيه كانت شغاله عليها. الكباست بتاع الطاحونه 120 طن، مطلوب بلين من 320 ل 340، يعني 3400 3200. طاحونه رقم واحد حاطين فيها ميديا قد كده، وطاحونه رقم اثنين، وكل غرفة فيها ميديا قد كذا. والسايزات بقى السايز 90 80 70 60، والغرفة الثانية عشان كان البلاط كلاسيفاين بدأنا من 50 و40 و30 و20، وكل سايز منهم بكام طن؟ كل سايز منهم بكام طن؟ تمام؟ والموتور بتاعك كان 4500 وهكذا. أول حاجة فكرنا فيها نشتغل عليها الجرانيوليتي بتاعت الكلينكر او الجرانيولز بتاع الكلينكر، يعني السايز بتاع الكلينكر بتاعي ناعم ولا خشن.
طب هو انت هتقول لي طب وانا هيفرق معايا في ايه؟ لا هيفرق معايا ده فاكتور مهم جدا رقم واحد، لان بناء على حجم الكليكر ده هحدد حجم الكور اللي كان اتكلم عنها زميلكم من شويه. كل ما كان الكور انعم والخامه ناعمه كل ما احتاجت كور كبيره ولا كور صغيره؟ صغيره صغيره. فممكن الراجل يكون عامل التوزيعه بتاعت الكور وحاطط كور كبيره، يبقى عامل باور كونسمبشن وعامل وملوث شحنه انا ما بستخدمهاش. فممكن اعمل لما اعمل تعديل واخدها واضيفها على السايز اللي انا على السايز المطلوب يحسن لي من كفاءه الطحن، صح ولا لا؟ فعملنا اول حاجه اللي هو ايه؟ اللي هو الجرانيولز كليكر ده وشفنا شكله عامل ازاي، او اللي احنا قلنا عليه اف 80 وهيجي ذكره دلوقتي بعد على طول. وشفنا ده كان شكل الدايفرام، شايف حاجه تفرح يا محمد؟ شايف الصوره؟ واخد بالك انت؟ اه طبعا. سنوما دي كانت الغرفه الاولى. بص البلاطه، بص البلاطه في الضيفات. مضايق حمرا حلاوه. الغرفه الثانيه بص بقى كام سنه بتحمل؟ ها؟ اشتغلت كام سنه الولد ده؟ اشتغلت من 2013 لحد وقتنا هذا. وزي على حد الناس زي كده اتغير فيها الضيفات مره. عمرنا ما ضربنا فيه لحام. اجل وشكوش بس. بس بامانه اللي بيحصل هنا اختصاب للطواحين. يعني ان انت تطلع لي ماشينري، تطلع لي فيلر، تطلع لي هول، تطلع لي الكلام ده. ده منتجات مطلوبه وليها سعر وليها كوست وبتجيب لك عائد، بس في نفس الوقت اصرف. يعني ايه؟ غير دايفرام كل مثلا سنه ونص سنتين غير دايفرام. تمام؟ ما هو هيبقى مردوده كويس على الطاحونه. فاهمني؟ فلما دخلنا شفنا شكل الكور، لقينا الكور عامله بالشكل ده. ايه سبب ان الكور ديفورمت بالشكل ده؟ يبقى وقف التغذيه وسابها شغاله. بالظبط، ان الراجل كان دايما كل اللي لاحظته ان كل ما الراجل يجي يوقف الطاحونه يفضيها. واقل زمن للتفضيه من ثلث ساعه لنص ساعه. فالكور بتطحن في بعضها. فبيحصل الديفورميشن بشكل الكره بالشكل ده. فانت تيجي تبص على شكل الكره تلاقيها متشوه. متشوه. فدي كانت اول ملحوظه. وبناء عليه عدلنا او رجعنا للوضع الطبيعي ان ما ينفعش فيه كات اكتر ماكسيموم ربع ساعه. تمام؟ اما ان انا اقطع بنص ساعه من غير تغذيه لا. ادي شكل الكور سواء في الغرفه الاولى او في الغرفه الثانيه. تاني حاجه كان المطلوب ان انا بعد ما عرفت انا محتاج كور حجمها ابدا بكور حجمها كام في كل غرفه، وده هنعرفه بالمعادلات بس بكره. اللي بنعمل حاجه اسمها كراش ستوب او اكزيال اناليسيس. تمام؟ ليه بعمل الكراش ستوب او اكزيال اناليسيس ده؟ عشان اشوف كل متر طولي، كل متر طولي وانا ماشي في الطاحونه بيحصل في ايه في الـ في الـ في الـ في الخامه. يعني بيحصل لها سايد ريدكشن والسيب بتاعها بيقل ولا زي ما هي. تمام؟ ده البروسيدور اللي احنا بنشتغل بيه لما بنيجي نعمل كراش ستوب. ايه البروسيدور لما بنعمل كراش ستوب؟ عشان لازم نغير. نكمل غدا بقى.